العرش الأفريقية. وكل بطولة بكسبها بطولة جديدة تندهلي. صعبة وكتير بتفوق وعزيمة حديد عمرها ما تموت. مرضى شباب مهزوم أو مهما وقعت بقوم أقوى وفي أحسن حالاتي. أخويا وجاري وقريبي وأحبابي وساعة الماتش على القهوة مع أصحابي. أنا الأهلي أنا المبدأ أنا الأخلاق يزيد ملايين من العشاق. أنا الأهلي لعيبة أسود تعدي حدود. أنا الأهلي جماهير ضحت عشان كتير أبطال عايشين في القلوب ما تموت. أسماء بحروف من نور والكرة للجمهور ده شريكي في كل بطولاتي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا تعش نصف حياه ولا تحلم نصف حلم ولا تتعلق بنصف امل. كلمات عظيمه للشاعر جبران خليل جبران. وانا بقول لكم ولا تفز نصف فوز. اللي احنا حققناه في مباراه القاهره قدام سان داونز هو نصف تأهل، نصف فوز، نصف فرحة. صدقوني مش هتكتمل غير بالعودة بالتأهل من بريتوريا. وده اللي قاله فايلر لما قال إن مباراة الذهاب انتهت. كل الأمور التي تتعلق بالتأهل مرتبطة بمباراة العودة. كده فارس. طيب مباراة من دورين أو شوطين. الشوط الأول انتهى في القاهرة 2-0. نتيجة لحد ما جيدة جدا سواء خاصة وانت بتلعب فريق قوي جدا وفي الأدوار دي 2-0 وانك تطلع وشباكك نظيفة ده كان أهم ما في المباراة. أعتقد مباراة بريتوريا هتكون مباراة أيضا صعبة جدا الشوط الثاني من الصعود، لكن عندنا ثقة كبيرة بإذن الله في الجهاز الفني واللاعبين وبعثة النادي الأهلي اللي بتشرف مصر بالتأكيد زي ما السفير جنوب أفريقيا بيتكلم عن النادي الأهلي. هرم مصر بالفعل، هرم مصر الرابع هو النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون مباراة قوية يكون النادي الأهلي فيها صاحب بطاقة التأهل للدور قبل النهائي إن شاء الله. أكيد يا أحمد إن شاء الله التأهل يكون من نصيب الأهلي، ولكن على مستوى آخر لم يخض الأهلي منافسة مع خصم يجيد الحروب النفسية بقدر فريق سان داونز وكل عناصره. وده اللي شفناه حتى من تصريحات فايلر لما قال ان هو لا يعبأ اطلاقا باي تصريحات تخرج من الجانب الخاص بسان داونز. هو اكيد نحترم التصريحات دي لو فيها اشاده بالنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مركز عنده شغله عنده افكاره. والطريف ان التصريحات دي حتى طالت قناه النادي الاهلي من قبل المتحدث او المنسق الخاص بنادي سان داونز، وهي كلها جزء من الحروب النفسيه اللي اعتقد الاهلي كمان يقدر يوجدها. اكيد. وانا عجبني جدا في رينيه فايلر ان هو مركز مع فريقه، مركز كويس جدا، قاري الفرق او الخصم، بيدرس الخصم وبيشتغل على نقاط ضعفه وبيحاول يوقف خطوره نقاط قوته، وده مهم جدا وده اللي يهمنا كنادي اهلي اننا نركز مع الفريق ونركز مع نفسنا ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ترضي جماهير النادي الاهلي اللي بالفعل كانت متعطشه لفكره مواجهه سان داونز وكمان فكره الصعود على حساب سان داونز. برغم يعني فريق قوي جدا ويمكن اقوى فرق في القاره حاليا، ولكن النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي دايما بتحب مواجهه الصعب وتخطي الصعب. لذلك جماهير النادي الاهلي كان عندها ثقه كبيره جدا يا فارس في فريق النادي الاهلي امام سان داونز، وكان الحضور غير طبيعي، حضور مكثف بشكل كبير جدا. اعتقد عندنا لقطات من الملعب لجماهير سان داونز لجماهير الاهلي امام سان داونز. قبل ما نروح للقطات عندنا كمان ناس تانية بتثق فينا، وهو جمهور النادي الأهلي اللي دلوقتي الأهلي خط أحمر في ظل مباراة الزمالك والترجي اللي الزمالك متأخر فيها بهدف أمام الترجي. جمهور الأهلي خط أحمر وجمهور قناة النادي الأهلي بيخلي
هاشتاج الاهلي خط احمر هو الثالث على مصر يا اسامه حاليا، احنا ترتيبنا الثالث، الاهلي خط احمر هو الترند الثالث على مصر حاليا الهاشتاج، وبمشاركه كبيره جدا جدا من جمهور النادي الاهلي في خطوه هي الاولى اللي هنتابع معاهم فيها عشان ان شاء الله دايما نبقى في الصداره باذن الله. وطبعا زي احنا في قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي خط احمر على طول ماشيين على سير ونهج النادي الاهلي، فباذن الله مع نهايه الحلقه اللي هنستعرض اكيد تويتات لحضراتكم نكون في الصداره، هاشتاج الاهلي خط احمر على تويتر ان شاء الله. بعض التويتات يا ناخد بعض التويتات عشان نحمس ناس. اوكي اتفضل يا عماره ببعض التويتات. ده طبعا الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق، الخط الاحمر بدا رافضا للاحتلال ثم اصبح تراث الخط الاحمر، يعني عمر لطفي، سعد زغلول، الفريق مرتجي، صالح سليم، صالح الوحش، حسن حمدي، محمود الخطيب، طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب للجميع. الخط الاحمر يعني الرد يا رب بادب وتهذيب واخلاق عاليه. طبعا بنشكر الكابتن احمد فوزي بالتويته دي، وطبعا بنحتفظ بالالقاب لكل اللي تم ذكر اسمه. كابتن احمد فوزي من المحاربين الخاصين بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. نروح للتويته الثانيه، مصطفى مايو بيقول الاهلي خط احمر، فايلر اخذ بكل الاسباب والسبل، لا ينقصنا سوى استعاده هيبه وكبرياء الاهلي في بريتوريا لاعاده الاهلي من جديد على طريقه الجيل الذهبي. دي كانت تاني تويته معانا. معانا وليد احمد، بعد توفيق ربنا واثق في فايلر اكتر بسبب هدوءه وانه قادر يتعامل كويس مع التصريحات النفسيه لمدرب صن داونز، وده هينعكس على اللاعبين. واثق من تاهل الاهلي ان شاء الله، واثق من اللاعبين، وعمل مباراه كبيره ان شاء الله 29 مايو الاهلي طرف في النهائي. نروح للتويته اللي بعد كده، واسماء نبيل بتقول الماتش ده بيفكرني بماتش القطن الكاميروني في نهايه 2008، وقتها كان القطن من اقوى الفرق ومش بيخسر على ملعبه، والجو كان حار جدا، وملعب جروه كان مليان بالجماهير والكل متوتر وعلى اعصابه، لغايه ما احمد حسن احرز هدف التقدم بدانا نهدى رغم الشراسه الهجوميه. معانا طبعا تيخه، مفيش حاجه اسمها رد اعتبار، زي ما معظم الناس بتقول الاهلي كعبه عالي على كل انديه القاره، وفق كل ده وفوق كل ده ماتش بكره ماتش عادي جدا بنلعبه عشان نصعد للي جاي، مش عشان بنرد اعتبارنا ولا حاجه، الاهلي عينه على البطوله فقط لا غير. نروح للتويته اللي بعدها، ونغم بتقول ان شاء الله الماتش من نصيبنا ولازم نلعب ونقدم اداء كويس عشان هيفرق معانا بعد كده قدام اي حد، لازم هيبه الاهلي ترجع تاني، وانا عندي ثقه في فايلر وكل اللعيبه ان شاء الله ثقتي في محلها، ربنا معانا. معانا تويته بعد كده، الاهلي خط احمر عشان اسمه الاهلي خط احمر، عشان بطولاته، الاهلي خط احمر عشان القيم، الاهلي خط احمر عشان جماهيره، الف تحيه لكل من ساعد وساهم في صنع اسم النادي الاهلي، ده صديقنا عبده البالي. ومعانا محمد العسال قال الاهلي خط احمر، اعظم نادي في الكون، عند المكسب تقلب الحياه سعاده، وعند الخساره حزن غير طبيعي، ونزيد لك يا اهلي عشقا، ده حقيقي. ده طبعا زميلنا احمد اسامه، ان شاء الله الفوز 2-0، بس اهم حاجه نحاول نمسك كرة كتير. طبعا انا بقول على كل الاصدقاء هنا زمايلنا، انا في ناس طبعا اكيد ما نعرفهمش، ولكن طبعا كلكم زمايلنا لاننا في النهايه جمهور النادي الاهلي، واحنا هنا زي ما قلنا بنمثل حضراتكم. اعتقد ممكن ان شاء الله على نهايه البرنامج زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله نكون في الصداره على تويتر. انت لما قلت زميلنا احمد اسامه انا قلت انت جايب تويتر لنفسك. نروح لفيديوهات الجماهير. نروح لفيديو الجماهير، والحقيقه حضور جماهيري، الثقه اللي كانت موجوده عند جماهير النادي الاهلي، نفاذ التذاكر، وتعلن شركه تذكرتي نفاذ التذاكر بشكل كبير جدا، الاستاد تقريبا 30,000 او 35,000 بيرجوا الملعب، نشوف هتاف جماهير النادي الاهلي قبل المباراه للاعبي النادي الاهلي. ان
شاء الله افريقيا مش هتروح، وان شاء الله افريقيا السنه دي في الجزيره باذن الله ان شاء الله. ولكن جمهور النادي الاهلي مش بس في مدرج، جمهور النادي الاهلي هو مكون رئيسي للشاب المصري، وعشان كده شفنا تفاعل الناس الرجال البسطاء السيدات الاطفال مع جمهور النادي الاهلي في محطه قطار رمسيس قبل مباراه النادي الاهلي وسان داونز. نطلع نشوف الفيديو. جمهور النادي الأهلي قدم درس، جمهور النادي الأهلي في مباراة سان داونز كان تصرفاته استثنائية. اتكلمنا يا أحمد في مبادرة هنا قبل المباراة، ما كناش نتصور إن الموقف والمشهد هيخرج بالمثالية دي، بس صدقوني لسه عندكم أكتر. أنتم الطريق للعودة للمدرج. شكرا لرجال الأمن، شكرا لجمهور النادي الأهلي، شكرا لمجلس الإدارة، شكرا لكل حد ساهم في خروج الصورة بالشكل ده أحمد. وجمهورنا قدم رسالة إنه هو قادر يحضر جميع المباريات وبأي أعلى بإذن الله وبدون أدنى مشاكل. التشجيع كان مثالي بشكل كبير جدا، الدعم كان للفريق بشكل ملحوظ، لدرجة إن علي معلول نجم اللقاء شاف احد مشجعي النادي الاهلي كاتب له رساله ان هو بيحبه وبيطلب التيشيرت بتاع علي معلول. فزي ما حضراتكم شايفين ما كانش قدام علي معلول الا انه يقلع التيشيرت ويكلم احد المنظمين للمباراه ويوصل التيشيرت لاحد مشجعي النادي الاهلي. هو ده طبعا معلول رد بهدفين في الملعب، لكن كمان قيمه التيشيرت وقيمه تقدير المشجع الاهلاوي كبيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله تكمل على خير بكره باذن الله. لمسات ولفتات معلول الأهلاوي اللي قال أتمنى أختم حياتي في النادي الأهلي، ونحن نتمنى ذلك. وعلى ذكر الترندات، معانا المراسل الترند في الفترة دي فاروق صلاح، لا يألو جهدا، دؤوب جدا، دايما بيعيشنا الحدث. معانا عشان نسمع رسالته من بريتوريا، اتفضل يا فاروق انقل لنا الأحداث. كل التحية ليك زميلي محمد فارس، وأيضا التحية موصولة لأحمد أسامة ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. لقاء صعب، لقاء في غاية القوة وغاية الأثارة. تعال نتكلم على تفاصيل وكواليس اليوم وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لهذا اللقاء. حالة من الجدية، حالة من التركيز، حالة من التفاؤل تسود بعثة فريق النادي الأهلي قبل هذا اللقاء. حضور ووجود الكابتن محمود الخطيب كرئيسا لبعثة فريق النادي الأهلي زاد من أهمية هذا اللقاء، ووصل الكثير من الرسائل لفريق النادي الأهلي وجميع اللاعبين بيعوا قيمة هذا اللقاء وقيمة هذه المباراة وقيمة هذه البطولة بالتحديد، سواء للاعبين أو للجهاز الفني أو لجمهور النادي الأهلي. لو هنتكلم على تفاصيل هذا اليوم، النهاردة كان المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي اللي تحدث في الكثير من الأمور. تحدث عن أهمية اللقاء وضرورة الفوز على فريق صن داونز في ملعبه، وقال مباراة الذهاب بالنسبة لي دي تعتبر ماضي، صفحة واتقفلت. أنا دايما بركز على المستقبل وبركز على اللقاء اللي امامي. مباراه الذهاب انا احرزت فيها هدفين هيدونا افضليه هنا في بريتوريا، ولكن انا دايما بيبقى عندي التركيز ان انا اركز في اللقاءات القادمه. سئل عن يعني شايف ازاي هو بطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام ومستويات الفرق، قال انها بطوله قويه جدا، ولكن احنا النادي الاهلي وانا قدري ان انا يعني دخلت او انضميت لمنظومه فيها كل من في هذه المنظومه لا يشبع من البطولات، يعني عندهم حاله عشق دائم للبطولات، وده يعني امر من الامور اللي اسعدت مستر ريني فايلر انه انضم لمنظومه النادي الاهلي، المنظومه اللي كل فرد فيها دائما وابدا يبحث عن البطولات ولا يشبع من البطولات.
سئل مستر ريني فايلر عن حديث وسائل الإعلام هنا في بريتوريا عن اللقاء وحديث بيتسو موسيماني اللي دايما بيتكلم على قوة النادي الأهلي والأرقام القياسية اللي النادي الأهلي بيحققها مع ريني فايلر وأهمية اللقاء بالنسبة للنادي الأهلي وحديث وسائل الإعلام عن النادي الأهلي جاء إلى بريتوريا من أجل اقتناص تذكرة التأهل وقدرة النادي الأهلي على هذا الأمر. فقال مستر ريني فايلر: أنا دايما بركز مع فرقتي، دايما بركز في الفريق بتاعي، ما يعني لا التفت كثيرا الى حديث وسائل الاعلام، دايما تركيزي بينصب على الهدف الامامي، والهدف الامامي ليست مباراه فقط، انا الهدف الامامي هو البطوله، واحنا دايما ده هدفنا وده دايما اللي احنا مركزين معاه. واعتبر ان ممكن هذه التصريحات تشكل نوع من الضغط النفسي شويه، ولكن هو دائما وابدا بينأب باللاعبين عن هذا الامر. تحدث ايضا رامي ربيعه اللي كان موجود في المؤتمر الصحفي برفقة مستر ريني فايلر عن دوره ودور لاعبي النادي الأهلي الكبار وليد سليمان وأحمد فتحي والشناوي والحديث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء، وقال إن الدور مش مقتصر فقط على المجموعة الموجودة هنا في بريتوريا ولكن ممتد أيضا للمجموعة الموجودة في القاهرة سواء الكابتن حسام عاشور أو الكابتن شريف إكرامي، وده دايما اللي احنا متعودين عليه من لاعبي النادي الأهلي على مر تاريخ النادي الأهلي. عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر كان الاجتماع الفني وتم تحديد من النادي الاهلي بالزي والرداء التقليدي للنادي الاهلي الرداء الاحمر، وايضا سان داونز بالرداء والزي التقليدي والرداء الاصفر لفريق سان داونز. عقب ايضا الاجتماع الفني ادى لاعبي النادي الاهلي صلاه الجمعه في الفندق الاقامه بعثه فريق النادي الاهلي بحضور جميع اللاعبين والكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق انديل رئيس والاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره. ثم كان مران النادي الاهلي في تمام الساعه 3 عصرا على استاد لوكاس موريبي، الاستاد اللي بيتسع ل 25,000 متفرج، ويعني من المؤشرات بتقول انه هيكون ممتلئ تماما بعدد يتجاوز ال 25,000 متفرج، نظرا لل يعني العروض اللي عاملها مسؤولي سان داونز من اجل حشد الجماهير لهذا اللقاء. يعني كان من ضمن العروض اللي عاملها مسؤولي سان داونز ان احد يعني الجماهير اللي تتوجه الى شراء التذاكر بالرداء او الزي الاصفر لسان داونز بيحصل على ثمن التذكره ب 20 راند وهو نصف ثمن التذكرة، ومن الغد هيتم فتح الأبواب مجانا لكل الجماهير. وزي ما قلت لك يا فارس أو أحمد أسامة إن الاستاد أتوقع يكون ممتلئ عن جنباته. أيضا أفراد الجالية المصرية والعربية وتواصلهم من أجل التواجد في هذا اللقاء، وأيضا المصريين المتواجدين في الدول المحيطة والمجاورة لجنوب أفريقيا سواء من زامبيا أو موزمبيق أو زيمبابوي أو بوتسوانا، حريصين أيضا على التواصل مع أفراد الجالية المصرية وأفراد السفارة المصرية من أجل الحضور لهذا اللقاء ومساندة ومؤازرة فريق النادي الأهلي. كان هناك حديث أيضا من وسائل الإعلام في بريتوريا عن اللقاء، وأشهر ثلاث صحف موجودين في بريتوريا بريتوريا نيوز وبيزنس دي وصحيفة ذا ستار تحدثوا عن قوة اللقاء وأهمية اللقاء، وإن النادي الأهلي جاء إلى بريتوريا من أجل مبكرا للتأقلم مع الأوضاع وقدرة لعبة النادي الأهلي على تحقيق الانتصار. أيضا كان من ضمن الأخبار تمديد تعاقد للاعب وكابتن فريق سان داونز كيكانا، تم تمديد تعاقده لمدة 4 سنوات كنوع من الدعم ورفع الروح المعنوية للاعبي فريق سان داونز. زميلي فارس، زميلي أحمد أسامة، دي كانت كل التفاصيل الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي هنا ببريتوريا. يتبقى توفيق المولى عز وجل وإن شاء الله كل التوفيق للعب النادي الأهلي في اللقاء الغد بمشيئة الله، ونقتنص تذكرة المرور إلى الدور نصف النهائي. توفيق بإذن الله للعب النادي الأهلي إن شاء الله. شكرا زميل فاروق صلاح، مجهود كبير جدا بنشكرك، وإن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في مباراة الغد، وبإذن الله تكون بطاقة التأهل من نصيب النادي الأهلي. يمكن حتى الصحف الجنوب أفريقية كمان بتتوقع صعود النادي الأهلي، لكن احنا هنعتبرها أيضا من الحروب النفسية اللي احنا لن نعبأ لها. لكن الحقيقة من كرة القدم وأخبار النادي الأهلي والبعثة هناك، عندنا انتصار لفريق كرة السلة في دوري كأس السوبر. دوري السوبر طبعا في دوري مرتبط صعد منه أول 8 وتعامل نظام دوري السوبر، وده البطولة الأقوى في كرة السلة في مصر. النادي الأهلي واجه فريق التأمين قدر يتغلب عليه 3 مباريات من 5 مباريات، فواجه بعد كده في الدور قبل النهائي فريق الجزيرة.
اول مباراه النادي الاهلي فاز 71-66. الفريقين الاخرين على الجهه الاخرى فريق الاتحاد السكندري قدر يتغلب على نادي الزمالك في اول مباراه. طبعا نتمنى التوفيق لفريق السله، ومعانا طبعا لما نتحدث على السله لازم يكون الكابتن طارق الغنام ايقونه كرة السلة في النادي الاهلي والمدير الاداري للفريق. اهلا بيك كابتن طارق. اهلا وسهلا، مساء الفل عليك. مساء الفل على حضرتك كابتن. باختصار يا كابتن عاوزين نوضح بس لجماهير كرة السلة في مصر وجماهير النادي الاهلي البيست اوف فايف عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لهم، ازاي النادي الاهلي هيحصل ان شاء الله على دوري السوبر لكرة السلة؟ بص ان شاء الله احنا بنلعب بيست اوف فايف، يعني اللي بيكسب ثلاث ماتشات هو اللي بيتأهل، مش لازم تلعب الخمس ماتشات، ممكن تلعب ثلاث ماتشات في حاله ان انت كسبت 3-0. تمام؟ احنا دلوقتي في مرحله اللي لعبنا امبارح، الحمد لله ربنا كرمنا في ماتش امبارح، دي البدايه ودي طبعا مهمه جدا لان انت تطلع من على ارضك بانتصار وبتديك دفعه يعني للادوار اللي بعد كده. كسبنا امبارح ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين. بكره باذن الله مع الجزيره الساعه 8 نلعب الماتش الثاني في الاستاد باذن الله رب العالمين، ربنا قدرنا ونعمل ماتش كويس باذن الله ويبقى الامور قربت بشكل كبير يعني. بعد كده بنطلع النهائي برضه نفس الموضوع بيست اوف فايف وربنا يسهل ان شاء الله. كابتن طارق بالنسبه لاخبار الاصابات نحب حضرتك تطمنا على احوال الفريق وكمان النجم ايهاب امين، هل هيلحق بالمباراه اللي جايه ولا لا؟ بص انا بحب اسيب الامور الطبيه للدكتور، بس انا بطمن الناس الحمد لله، حتى لو يعني عندنا اخبار كويسه، عندنا كابتن احمد سلاو الحمد لله ابتدى يرجع، عندنا ايهاب امين طبعا عايز حوار لوحده، عندنا جاله جزع بسيط كان المفروض يلحق الموسم اللي فات لكن للاسف ما قدرش. النهارده نزل كان يعني بيشوف التمرين، ان شاء الله باذن الله رب العالمين لو ما فيش مصيب ولحق بكره يبقى ان شاء الله باذن الله رب العالمين يوم ثلاثه باذن الله رب العالمين يبقى معانا ان شاء الله باذن الله. كابتن طارق، كابتن طارق بما ان طرفي الدور قبل النهائي فريق الزمالك وفريق الاتحاد، بحيثك انت تتمنى تواجه مين في ان شاء الله بعد الفوز على الجزيره؟ لا بص لو بالتمني كان الموضوع بقى سهل صراحه، انا الموضوع بالنسبه لي البطل لازم يلعب كل الناس، انا اهلي زمالك او اتحاد الاثنين فرقتين محترمين جدا ونحترمهم ونعرف عليهم القبعات، فاحنا بنلعب على بتد احتمالات طبعا، لو طلع كذا هعمل كذا، لو طلع كذا هعمل كذا، لكن ما اقدرش اقول لك هحب مين لان طبعا الفرقتين كبار والماتشين صعبين، لو اهلي واتحاد طبعا قمه كره السله، ولو اهلي والزمالك طبعا برضه ماتش تضاف، لو ربنا كريم نعدي بس اللي احنا فيها الاول، خلي بالك ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب ونعدي، لان طبعا يعني 1-0 دي يعني ممكن نبتدي نتكلم من بكره ان شاء الله يعني. محضرين فنيا لكل الفرق اكيد. نعم محضرين اكيد فنيا لكل الفرق طبعا. عندك كذا سيناريو بقى، عندك حسب اللي هيحصل كل السيناريوهات موجوده، وان شاء الله رب العالمين ربنا يعمل جنب كل يا رب ان شاء الله يا كابتن. وهننتظر وعدكم لينا اللي حضرتك قلته معانا هنا في حلقه سابقه، ان شاء الله البطولات اللي بينافس عليها النادي الاهلي يحصد العدد الاكبر منها. بنشكر حضرتك جدا على تواجدك معانا، وان شاء الله باذن الله احمد الفريق ده يحقق بطوله مهمه جدا، وفريق يحزو حزو فريق الطايره في النادي الاهلي اللي كمان برضو دايما بنستعرض انه بيحقق نتائج مهمه جدا. اكيد بنشكر طبعا كابتن طارق الغنام، لكن حابين نوضح بس هو السؤال للزمالك والاتحاد، احنا في مواجهاتنا المباشره مع الزمالك فزنا ذهاب وعوده، ولكن مع الاتحاد الاتحاد فاز على النادي الاهلي في صاله الاهلي، واحنا فزنا على الاتحاد في صاله الاتحاد، وبالتاكيد سواء اهلي زمالك اتحاد جزيره هي فرق لها باع طويل جدا في كره السله، وبنتمنى ان شاء الله فريق السله الموسم ده يحقق بطوله دوري السوبر ان شاء الله وبطوله كاس مصر. ننتقل من كره السله لكره القدم، ومعانا خبر كثيرا ما طالب به النادي الاهلي في خطابات رسميه لاتحاد الكره سواء السابق او اللجنه المؤقته الحاليه، وهو تقنيه الفار وتطبيق تقنيه الفار في الدوري المصري. بندي لكل الناس حقها، هنا بننتقد كتير جدا الاخطاء اللي بنشوفها من اللجنه الخماسيه، ولكن لما يتم تطبيق تقنيه الفار بدءا من الدور الثاني زي ما اتقال لازم طبعا نقول لهم شكرا ان انتوا قدرتوا تنفذوا مطالب النادي الاهلي على مدار المواسم السابقه، وتحديدا الموسم الماضي كان من قبل بدايته وفي منتصف الموسم، فده طبعا شيء يحسب
للجنة المؤقتة الحالية، ويحسب كمان لوزير الشباب والرياضة اللي بنشكره كل الشكر، لأن أكيد تطبيق تقنية الفار ما بتحتاجش فقط لغير لجنة خماسية، لأن أنت قدرت تجهز 11 استاد أو 11 ملعب إن هو يكون متاح لتطبيق تقنية الفار، ولسه عندنا 5 ملاعب أخرى بنأمل إن شاء الله إنها يتم تطبيق فيها تقنية الفار. والأهم بنشكر طبعا طاقم التحكيم، 55 حكم قدروا يتدربوا على تقنية الفار في وقت قياسي جدا وقليل جدا. نتمنى تطبيق التجربة بشكل أونلاين في المباريات القادمة، ونتمنى إنها تهدي بقى خفة حدة الأخطاء التحكيمية والكلام ده، ونبقى فاهمين إن تقنية الفار دي في النهاية هي بتتكلم في 4 أخطاء، سواء أهداف أو تسلل أو هوية اللاعب، سواء طرد أو ركلة جزاء، مش في كل الأخطاء اللي بتحصل في المباراة. فنتمنى هدوء، وإن شاء الله كلنا نساعد على نجاح التجربة عشان نوصل لأقصى درجة من إن كل فريق ياخد حقه، لأن دي مطالب النادي الأهلي بشكل كبير جدا. فشكرا لكل من ساهم في تطبيق تقنية الفار، ونتمنى نجاحها، وأكيد هندعم نجاحها بإذن الله. بص أحمد، البرنامج ده كان عهدنا فيه معاكم إن إحنا لا نتربص بأحد، وهنا وكان في حوار بيني وبين كابتن محمد فضل كان بيأكد لي إن مع بداية الدور الثاني على الأقل هيحاولوا تقنية الفار تكون موجودة. ومع ذلك هنا يا أحمد تناولنا تصريحات إفاب اللي كانت بتعتمد مدى قدرة دولة على تطبيق تقنية الفار، وكانت متشككة في قدرة مصر على تطبيق تقنية الفار مع الدور الثاني. وللأمانة كان في تأكيد إن لا هنقدر. فكرة ان احنا زي ما اتكلمنا في ان احنا لا نعتقد ان وارد ان ده يتحقق، لما هو بيتحقق زي ما احمد قال احنا بنشكر كل القائمين عليه. فكرة الفار نفسها حابين يا جماعة، احنا شفنا دلوقتي تصريحات بدأت مبكرا جدا، اصل الفار اللي مسؤول عنه برضو حكام. لا مش كده خالص، لازم نبدأ التقنية، لازم نشوف، لازم نساعد حكامنا في الأول، لأن طبيعي تقنية جديدة لأول مرة بتدخل مصر، إحنا تاني دوري في المنطقة في أفريقيا بعد المغرب بيطبق تقنية الفار، لازم ندعم حكامنا، لازم نبقى داعمين ليهم بجد، خصوصا الإعلام، عشان ما نبقاش طول الوقت بنطالب بتقنية الفار وقبل أي حاجة ما تحصل نقول إحنا متشككين. وعلى فكرة الجدل لا ينقطع في العالم كله عن مدى جودة أو متعة كرة القدم بعد تطبيق الفار. أنا من الناس اللي مؤمنين إن تقليل الأخطاء هو في حد ذاته شيء عادل، حتى لو على حساب المتعة. وإن كان يا أحمد بدأنا نشوف إن حتى الترقب في قرارات الفار بقى شكل من أشكال المتعة والإثارة. اعتدنا يا فارس. أكيد، وإن شاء الله بإذن الله ننتظر إن هنشوف تقنية تليق بالكرة المصرية والدوري المصري. مؤكد دي تجربة حابين نوى أفضل من التجربة اللي حصلت من حوالي 2 3 سنين. لا دي تقنية بالفعل، تقنية فار حقيقية، وكمان إنها تقدر تدير 4 مباريات في توقيت واحد. فبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، إن شاء الله العدالة تذهب لمن يستحقها عشان نتوج بالبطولة إن شاء الله. لا إحنا أكتر ناس هنبقى معاكم إن إزاي الفار هيخدم النادي الأهلي في إنه ياخد حقوق. وبمناسبة الحقوق، النادي الأهلي قدم تظلم على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط، وكان في لجنة الانضباط نزلت بيان قالت فيه: قررت لجنة التظلمات قبول تظلم ناديي الأهلي والزمالك شكلا بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية 10 أيام من تاريخه. وتعقد لجنة التظلمات اجتماع للنظر بقى في إيه؟ حسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الأهلي وأحمد زاهر إداري الزمالك الموقوفين لنهاية الموسم. حابب أتكلم في حاجة يعني ممكن تكون مصارة، إن أنت بتقدم تظلم على العقوبة وأنت كان لك بيان بتتكلم فيه إن أنت عندك موقف من اللجنة الخماسية. يا جماعة النادي الأهلي مازال مشترك في المسابقة، بيخضع لكل لوائحها، ولكن هو عنده موقف بياخد إجراءاته القانونية فيها. لآخرها عنده موقف تاني من اللجنة الخماسية بياخد إجراءاته فيها لآخرها، ولكن النادي الأهلي تحت مظلة الكرة المصرية طبيعي زي ما الحكم بيحكم لك هو عنصر من عناصر اللعبة أنت معترف بيه، وهكذا كل عناصر اللعبة. حبينا نوضح الحتة دي عشان كتير من الجمهور بيتكلم فيها، وإن شاء الله النادي الأهلي يأخذ حقوقه سواء بالاعتراض على قرار لجنة الانضباط بشكل عملي، أو كمان حقوقه في
لو هو عنده اي نقد للجنه الخماسيه او ادائها او مدى حياديتها كنا لسه بنشيد باللجنه الخماسيه في حاجه، وكمان بناكد هنا لو عندنا تحفظ، لان ده هيكون طول الوقت عهدكم بينا ان احنا بنرصد الايجابي والسلبي. وخاصة ان انت اصلا في سبيل انك تاخد حقك لازم بتمر ببعض المراحل، اهمها انك بتمر على اتحاد الكرة المصري، فالموضوع مش بالشكل ده. نتمنى فكرة يكون في لوائح ويتم مراجعة العقوبات دي بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، ولكن عندنا لاعب عمل رقم اكيد مش هيسعد بعض الاهلوية، وهو تخطي رقم كابتن محمد ابو تريكة في بطولات افريقيا من عدد الاهداف، وبيأمل كمان ان هو يتخطى رقم الكابتن محمود الخطيب، وهو اللاعب محسن يجور المغربي، طبعا سجل 34 هدف، تخطى الكابتن ابو تريكة بهدفين وبيفصله عن كابتن محمود الخطيب 3 اهداف. كابتن محمود الخطيب طبعا سجل 37، بس احنا عايزين هنا نتوقف عند عظمه الكابتن محمود الخطيب اللي اعتزل في 88. احنا حاليا بنمر 20 30 32 سنه عشان لاعب عربي اخر يحاول يكسر رقم الكابتن محمود الخطيب، فتخيلوا الرقم اللي كان عامله الكابتن محمود الخطيب كان قد ايه رقم شامخ. بتكلم على اللعيبه العرب طبعا، لان موبوتو مازيمبي معدي كتير جدا، جايب 55 هدف، لكن بتكلم على اللاعبين العرب 32 سنه عشان يقترب محسن ياجور من تحطيم رقم الكابتن محمود الخطيب. لكن الحقيقه هي في بيتها، لانه كان له تصريح، تعالوا نسمع قال ايه في الفيديو وبينتمي لنادي مين في مصر ونرجع تاني. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ والله انا صراحة انا اهلاوي صراحة. اهلاوي؟ اهلاوي بحب الاهلي كثير، لانه اشوف الفريق الخرم يعني حبه يعني فقط لانه مشرف الكرة العربية يعني بشكل كبير يعني. يبقى كده معانا هدافين الفرق العربيه في دوري ابطال افريقيا او البطولات الافريقيه عامه، كابتن محمود الخطيب اهلاوي، كابتن محسن ياجور مغربي واهلاوي، والكابتن محمد ابو تريكه اهلاوي زي ما قلنا في بيتها. لا واحنا كمان بنواصل كيكانا الحلقه اللي فاتت اتكلم عن قد ايه النادي الاهلي شكل جزء من طفولته، والنهارده محسن ياجور لمن يتحدث عن شعبيه النادي الاهلي خد بالك. ولكن عندنا موضوع تاني مختلف. احنا بنتكلم كتير جدا كلنا، وده فعلا دور الاعلام، فيما يخص نبذ التعصب، ولكن السؤال هل بجد احنا عايزين ننبذ التعصب؟ صدقوني التعصب عمره ما بيكون نتيجة انك توضح مغالطة وترد عليها، او انك تعقب على سلوك سيء وتقول ان ده مرفوض، لان ده دور الاعلام في العالم كله وده اللي بنحاول نعمله هنا. ولكن اللي بيثير احيانا التعصب وهي ان الاعلام يتخلى عن دوره بكل وسائله، حتى لو اعلام مقروء، ويبدا هو اللي يخلق حاله تعصب، بل بالعكس منحنى جديد من التعصب. مجله نادي الزمالك نشرت خبر عن اللاعب امام عاشور، نستعرض الخبر، قالت فيه تهديدات لامام عاشور بالقتل والاعتداء عليه في منزله. طبعا احنا شفنا بعد كده توضيح من وزارة الداخلية احد المصادر اللي قال ان اقوال الشهود اكدت عدم حدوث تعدي على اللاعب او شقته او سيارته، وتبين عدم وجود اي تلفيات في السيارة. عايزين نتكلم ان بجد في الوقت ده لازم ناخد بالنا، بالعكس احنا لو بنحاول نلقي الضوء على ظاهرة ايجابية فعلى الأقل الظواهر السلبية لو مش هنعالجها ما نخلقهاش. النوعية دي من المنشتات لازم نقف عندها، ونتمنى إن احنا ناخد بالنا. لو بجد عندنا نوايا تخص نبذ التعصب احنا معاكم فيها، ولكن أهم حاجة نكون صادقين بجد. أكيد المعلومة الصادقة يا فارس والمعلومة المؤكدة هي أفضل وسيلة لنبذ التعصب. موضوع ما كانش ينفع يتم تناوله من جانب مجلة نادي الزمالك، خاصة ان تم التجذيب من قبل وزارة الداخلية، واكيد اكيد احنا نرفض اي سلوك من اي نوع من انواع الجماهير بالشكل ده، ونرفض فكرة ان الجماهير تحتك بلاعبين. احنا في دولة آمنة، وكمان لازم بنوفر رسالة ان احنا كلنا في النهاية مواطنين، حتى لو البعض خرج عن النص بعض الاحيان. ولكن معانا حديث اخر، طبعا دايما ذكر النادي الاهلي بيجي في كل المناسبات الكبرى، مباراه الزمالك والترجي، فيطلع مدافع الترجي ايهاب المباركي بيتكلم عن فكره ان هو خسرنا بسبب الحكم،
واقول للزمالك اسالوا الاهلي عن جحيم رادس. ده انا مش عارف يا كابتن ايهاب، مواليد 2019 تقريبا، تكون انت اللي بتسال الترجي عن جحيم رادس بالنسبه للفريق الترجي قصاد النادي الاهلي، لان الموضوع عباره عن نتائج. واعتقد ملعب رادس هو تقريبا الملعب الثاني للنادي الاهلي في افريقيا، بغض النظر عن النهائي الاخير اللي كان له ظروفه طبعا الخاصه، ولكن في النهايه في مجموعه مواجهات، 8 مواجهات على ملعب رادس بين الاهلي والترجي ممكن تستعرضهم يا عماره. اعتقد فوز النادي الاهلي في 4 مباريات زي ما حضراتكم شايفين، و4 مباريات لفوز الترجي، منهم الاربعه الفوز للاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا 2012، متعادلين 1-1 في برج العرب، وبتيجي في ملعب برادس النادي الاهلي بيحقق البطوله وبيفوز بالبطوله. في دور المجموعات الكونفدراليه 2015 ايضا النادي الاهلي بيفوز بهدف لا شيء، واعتقد كان المباراه دي اتلغى هدف صحيح لجون انطوي. كمان في اياب ربع النهائي دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي قدر يفوز برضو 2-1، وفي دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي احنا خسرناها امام الترجي قدرنا نفوز 1-0. فلو بتتكلم عن جحيم رادس فجحيم رادس هو مرعب بالنسبه لجماهير الترجي من مواجهه النادي الاهلي، لان اعتقد النادي الاهلي تاريخه حافل بشكل كبير جدا في ملعب رادس مع فريق الترجي. فانت لو عايز توصل رساله لاي نادي بلاش تيجي ناحيه النادي الاهلي، خاصه لما يكون التصريح لا ليس له علاقه باي منطق او موضوعي. خبرة يا احمد كمان واضحه جدا، لان انت في مؤتمر صحفي وبتتكلم عن فريقك، فحطيت النادي الاهلي عشان تخلق حاله معنويه ايجابيه لفريقك، طلعت مواجهاتك 4-4، فاي جحيم تتحدث عنه اعتقد محتاج تسال عن النادي الاهلي، تصريح ما يخرجش الا لو انت مواليد 2020 تقريبا. هو جماهير الترجي التونسي تحديدا بيخافوا من مواجهه النادي الاهلي في رادس او في القاهره، يمكن حتى نتائجهم ممكن تكون في القاهره تعادلات افضل من نتائجهم في رادس. دي كانت اخر فقره الاولى من البرنامج، نطلع فاصل وانتظرونا عشان عندنا كلام كبير جدا وكتير جدا عن مباراه بكره ان شاء الله. نطلع فاصل. في احراز الكاس للركال غاليه يتحقق في مصر ان شاء الله انتصارا رياضيا عجيبا. النادي الاهلي صاحب الارض والملعب والبطوله باذن الله. فاروق يلعب كرة عرضية، فاروق عرضية عالية وبيحطها زي وزبو! سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، والله سي السيد. خالد بيبو يعوض مفرده. محمد فاروق طرد بيبو الله. هقول كمان مبروك لمصر. رجعنا لكم وفقرتنا التانية اون سبوت. اون سبوت لا صوت يعلو فوق موقعة سان داونز. بكرة لحظة الحلم اللي احنا ان شاء الله هنحققه بالتأهل، ولكن قبل ما ننتقل لبكرة، الأمس في كلام كتير جدا نقدر نقوله، وهو مباراة سان داونز في الذهاب اللي كانت فعلا فيها شغل فني من زمان. أنا ما شفتش مدير فني النادي الأهلي بيحضر ويذاكر للمباراة بالشكل ده، وأنا قلت قبل المباراة
ان فايلر هيكون اقرب لسان داونز من ظله، لانه هو مدرب بيجيد التحضير، دي حاجه مميزه عند فايلر. حتى اتكلمنا عن فكره جيرالدو اللي فعلا ما لقيناهوش في القايمه والاسباب المختلفه، وشفناها نقاط ضعف هنستعرضها بالصور ازاي اتكلمنا عنها واتحققت. كمان سان داونز يتعرض لما يقرب من 24 محاوله، وده اعلى عدد تعرض ليه سان داونز من المحاولات اخر 3 سنوات. فقد الاستحواذ بشكل تام، سان داونز كان فعلا حرفيا في الملعب شبه مش موجود الا بمحاولات قليله جدا. عايز اقول كمان ان شراكه متولي وياسر ابراهيم دي من الحاجات المحببه الى قلبي، كنت سعيد جدا بكل حاجه عملها فايلر في المباراه دي اللي هنستعرضها معاكم. اكيد مباراه كانت ملحمه، واكيد مباراه قويه جدا زي ما قلنا، بدات من حماس الجمهور وثقته في اللاعبين، وان كان في زي ما الشوط الاول كان مختلف عن الشوط الثاني. يمكن طبعا في لاعبين كتير من لاعبي النادي الاهلي حاليا ما لعبوش امام الكم ده من جماهير النادي الاهلي بشكل كبير، فوارد جدا اذهان الماضي كانت او ذكريات الماضي في اذهان لاعبي النادي الاهلي، فكان الشوط الاول في تباين الى حد ما او الى حد بعيد عن الشوط الثاني اللي كانت رغبه الفوز موجوده من اول دقيقه من الشوط الثاني مع اللاعبين، ضغط من اول دقيقه، حتى نسبه الاستحواذ زادت. يعني لو استعرضنا التباين اللي حصل بين الشوط الاول والشوط الثاني نقدر نشوف قد ايه النادي الاهلي او اللاعبي النادي الاهلي كان عندهم رغبه اكيده في الفوز. طبعا اللي باللون الابيض ده الشوط الاول نسبه الاستحواذ النادي الاهلي كانت 58%، ارتفعت 66% في الشوط الثاني، على عكس طبعا سان داونز كان 42%، انخفضت ل 34%. محاولات على المرمى كانت واحده اون تارجت من 8 في الشوط الاول و4 من 8 الشوط الثاني، وده الدقه في التصويب او اللعبه على المرمى، وفي طبعا 8 بلوك عشان تكون 24 محاوله للنادي الاهلي مقابل محاولتين فقط لا غير. كانت المحاوله في الشوط الاول وتقريبا اول 30 ثانيه وقعت قلوبنا جميعا لسان داونز، ولكن الحمد لله قدر يتعامل معها الشناوي ببراعه. النادي الاهلي ما قدرش يخلق فرص محققه في الشوط الاول على عكس الشوط الثاني، عنده فرصتين محققتين على عكس سان داونز اللي كان ليه الفرصه المحققه اللي تعامل معها الشناوي في الشوط الثاني، ما كانش ليه اي فرصه او اي خطوره على مرمى الشناوي. عدد التمريرات حتى في الشوط الاول عند النادي الاهلي ارتفع من 235 ارتفع في الشوط الثاني ل 282، وبالتالي ايضا كل التمريرات او عدد التمريرات عند فريق سان داونز الشوط الثاني مختلفه، 172 الشوط الاول انخفضت ل 144، دقه التمرير حتى انخفضت برغم مع انخفاض عدد التمريرات عند سان داونز كانت 72 الشوط الاول 66 الشوط الثاني، على عكس النادي الاهلي اللي مع كثره التمريرات في الشوط الثاني ولكن كان في دقه في التمرير. حتى الركنيات كانت ركنيه واحده في الشوط الاول زادت في الشوط الثاني للنادي الاهلي على عكس سان داونز. يعني كل تباين موجود في الشوط الاول عن الشوط الثاني بيرجح كفه النادي الاهلي، وده ربما مش بس خاضع لتعامل نفسي مع بدايه المباراه، اكيد لتغييرات المدير الفني بنزول وليد سليمان مع احمد الشيخ، طبعا مع تغيير جونيور أرجاية ومروان محسن ونزول بادجي اللي عمل اداء مميز جدا في 22 دقيقه وتسبب في الهدف الثاني، ولكن كان نجم اللقاء واللي دايما حاب اتوقف عنده خاصه في المباريات الافريقيه هو جونيور أرجاية. بيتمتع بشخصيه غير طبيعيه وهي شخصيه النادي الاهلي، ايا كان عدد المدرجات ايا كان مين المنافس ايا كان مين الخصم، أرجاية دايما هو مكان اللي بيمنحك الهدوء وقت العاصفه ما بتكون مشتده في الملعب. أرجاية كان محور الفوز الرئيسي للنادي الاهلي، طبعا تالق علي معلول تسجيل هدف وركله جزاء، ولكن أرجاية كان هو عامل السحر، وكان من بدايه الشوط الاول لاعب واقف على رجله صح ما بيخافش من اي مواقف، وده المهم في اللاعب انه يكون في المواقف الكبيره والماتشات الكبيره تلاقيه، وهو ده فارس اللي شفناه مع جونيور أرجاية. يمكن على حتى ماتش النجم الساحلي بلاتينيوم كان دايما موجود وقت ما يكون الدنيا بيكون فيها بعض الصعوبات مع بعض اللاعبين. بص احمد، جونيور أرجاية في ميزه، فكره اللاعب اللي بيظهر لبقيه عناصر الفريق عشان يستلم مهما كانت الضغوط. كتير جدا لاعبين بتشوفهم في المباريات المتوسطه نسبيا وبتلاقيه بيختفي، انت دايما تسال نفسك سؤال ليه اللاعب ده مش بتاع المباريات الكبيره؟ هي الحته دي، فكره انا بظهر جونيور أرجاية مهما كان المنافس يا احمد، ايا كان المنافس مين، دايما بيتحرك لعناصر الفريق ويروح لهم عشان يستلم الكوره، بيلعب كمهاجم واحد، بيلعب كلاعب
وسط مهاجم من العمق او بيلعب كجناح. التلات اماكن لما بيلعب فيهم بيعمل نفس الدور ده. حاجه اهم بختلف مع احمد نسبيا، هو اكيد الشوط الثاني كان افضل، ولكن انا عندي راي ان فايلر لم يخسر اي دقائق من دقائق المباراه. يمكن تحسن فاعليه النادي الاهلي في المحاولات اون تارجت في الشوط الثاني، ولكن من اللحظه الاولى فايلر عارف هو مذاكر نازل يعمل ايه. من اول دقيقه فكره عدد او حجم الكرات الاون تارجت في العالم كله ده تصنيف تاني. بعد ما هل المدرب عمل الهوم ورك بتاعه، هل ذاكر الفريق بشكل كويس ولا لا، هل بنى التاكتكس بشكل صح ولا لا، ده اللي فايلر عمله. تم استحوذ من بدايه الشوط 8 محاولات الشوط الاول، تمريرات بعدد كبير جدا، حتى الركنيات كل حاجه انت عملتها في الشوط الاول. الشوط الثاني الفاعليه فعلا احمد كانت افضل، بس هل ايه اللي خلى فايلر يوصل لكده؟ هنا وفي المكان ده اتكلمنا معاكم قبل مباراه سان داونز ان اكيد سان داونز تلقى التلات اهداف في دور المجموعات، منهم هدفين من الجبهه اليمنى ونقاط ضعف كتير المحللين اتكلموا فيها، ولكن راهنا على حاجه قلنا هنشوف فايلر هيستغلها ولا لا. منطقة زون 14 وشرحناها، المنطقة اللي قلنا أمام قلبي الدفاع وبعد ثنائي الارتكاز، الحتة اللي في العمق دي بطول الملعب بنشوف إن في تحركات للفريق المنافس وتصويبات، مفيش بلوكينج بيتعمل، مفيش المكان ده بيتقفل بشكل مناسب بيقدر المنافس يسدد منها. هل فايلر أرى ده ولا شافه بالملعب ولا لا، بعيد عن الارقام اللي بتعكس انه فعلا عمل ده؟ لو شفنا الصور معانا هنستعرض هل هي مجرد فكره ولا طول المباراه. دي كانت لقطه في بدايه المباراه، وهنا واضح ان اللاعبين بتميل للاختراق من العمق وليس الاطراف. هنشوف اللاعب بيتقدم، البلوكينج مش ده البلوكينج خالص اللي مفترض يتعمل، مش دي طريقه ان اللاعب المساحه اللي مفترض المدافع يعمل فيها البلوكينج، الزاويه بتاعه التسديد كل ده مش مقفول. نروح للصوره الثانيه سريعا، دي برضو بنشوف تصويبه بلوكينج غريب جدا معمول سيء، اللاعب اللي جنب اللاعب اللي بيسدد فاضي، كمان لاعب لو قدر يدخل للعمق هيكون بدون رقابه. نكمل للصوره اللي بعدها، شفنا هنا محاوله تسديد من قفشه والضغط عليه، زاوية التسديد لو قدر يعملها بليسنج على طريقة أريان روبن في الزاوية على يسار الحارس كان ممكن يكون هدف بسهولة جدا. نروح للصورة اللي بعدها، برضو نفس المنطقة، تسديد تعليمات واضحة من فايلر، سدد، كان كل اللاعبين بيبقى عندها فرص لفتح الأطراف وكانت الكرة بتميل لعمق الملعب للتصويب. نروح للصورة اللي بعدها، نفس الجملة، اللاعب بدون أي ضغط، مستحيل تلعب قدام فريق كبير يكون في المنطقة دي ما بيضغطش عليك بالشكل ده، صعب جدا في المنافسات الإقصائية وانت بتلعب فرق كبير يكون سايب لك المنطقة دي تصوب فيها بالشكل ده، والبلوكينج معمول على الخط بتاع ال 18 بشكل سيء جدا. نروح للصورة اللي بعدها، برضو نفس المساحة، هنا كل التفكير ما تروحش تكمل لآخر الخط أو تعمل إيرلي كروس، لا اعمل للاعب اللي على حدود زوم 14 عشان يسدد. هنا الكرة دي اللي كان فيها ضربة الجزاء كانت واضحة جدا. نروح للصورة اللي بعدها، هنا برضو كان الخيار في التصويب من منطقة ما فيش أي ضغط على اللاعب اللي بيصوب فيها بشكل غريب جدا، زي ما عرضنا صور لنفس الحالات دي قبل المباراة. نروح للصورة اللي بعدها، في برضو كثير جدا من التصويبات كانت بنفس الشكل يا احمد. وهنا ده السؤال، هل المدرب عمل الدور بتاعه ولا لا؟ فايلر عمل الدور بتاعه بشكل رائع. عايزين نتكلم، هل دي هتكون الفكره اللي انت هتلعب بيها مع سان داونز خارج الارض؟ اعتقد لا، لاسباب برضو هنستعرضها فيما يخص طريقه لعب بكره سان داونز واهدافه من المباراه ايه. ولكن لازم فايلر كان يشكر على فكرة ان المدرب اللي بيذاكر ده كان النادي الاهلي بيفتقده. وحتى لما اتسألت قبل المباراة تعتقد فايلر محتاج يعمل ايه، قلت فايلر يجيد التحضير، وهو اللي عانينا منه في سنوات سابقة، خصوصا مع لازارتي كان مدرب ما بيذاكرش الفريق المنافس وبيعتمد على قدراتي انا ايه بالظبط. لكن رينيه فايلر اعتمد ودرس كويس جدا فريق سان داونز وعرف نقاط الضعف فريق سان داونز وتعامل بشكل ايجابي، ولكن
كان في بعض التصويبات تحديدا مجدي قفشه، كان معظم التصويبات كانت هي من مجدي قفشه، ولكن لم يتم التعامل بتصويبه مميزه خلال المباراه. حتى بعض الاوقات كانت التصويبه اللي محتاجه تتلعب من مره واحده كان بيحاول يسندها، واللي كانت محتاجه ان هو يسندها كان يلعبها من مره واحده. نتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي بكره ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي قلقت بعد الحلقه اللي فاتت، ورسائل كتير جات لنا: انتوا خوفتونا من صن داونز. اولا احنا بنحترم كل الخصوم، وخاصه ان بالفعل فريق صن داونز فريق لابد ان تحترمه، لانه بيلعب كره قدم حديثه وعنده سرعات ومهارات كبيره جدا على مستوى الخط الامامي تحديدا. لكن هل صن داونز النتيجه 2-0 مرعبه الى حد بعيد؟ لا، انا حابين نطمنكم ان صن داونز في سنه 2020 تقريبا لعب حوالي 12 مباراه سواء بين الدوري المحلي وبطولات افريقيه، ما قدرش يكسب 3-0 غير مباراتين فقط، لا غير مباراه مع متزايل الدوري الجنوب افريقي تقريبا فريق امازولا، ومباراه مع بيترو اتلتيكو طبعا كانت في بدايه دور المجموعات. وان شاء الله بالظبط متزايل مجموعته، وان شاء الله النادي الاهلي في مستوى تاني فني مختلف تماما. حابين بس ندي بعض الامل. نتيجه 2-0 نتيجه جيده جدا في الدور نصف النهائي في بطوله 2019. فريق الوداد المغربي قدر يفوز على صن داونز في المغرب 2-1، وكان المدير الفني الوداد وقتها فوزي البرنزرتي راح لعب جيم كبير جدا وقدر يطلع بمباراه 0-0. عايزين نمنح ثقه للاعبينا، وبعض او زي ما في تويته قالت ان المباراه دي بتفكرنا بمباراه القطن الكاميروني، ده حقيقي نفس النتيجه تقريبا. فريق القطن الكاميروني كان مرعب جدا في 2008، وكانت المباراه تقريبا في جحيم في الكاميرون في جرواه، ولكن هدف احمد حسن انهى الامر تماما، فقدرت تطلع بالمباراه دي تعادل ايجابي 2-2. وهنا النقطه المهمه جدا واللي اتمنى رينيه فايلر يلعب عليها هي فكره انا مش رايح اامن دفاعاتي قد ما رايح اقتل المباراه بهدف ربما يكون ان شاء الله هدف مبكر للنادي الاهلي، يقدر يوصل رساله طمانينه لكل اللاعبين، ويقدر يضغط على فريق صن داونز اللي ما لعبش تحت ضغط فكره ال 3-0 او حتى 2-0 عشان يعوض النتيجه دي. فنتمنى ان شاء الله يكون عندنا تركيز ازاي نسجل هدف، خاصه ان فريق صن داونز عنده بعض المشكلات في فكرة الضغط زي ما زميلي فارس قال، ولكن كمان في الأطراف عنده مشكلة كبيرة جدا. لو قدرنا بإذن الله نستغلها نقدر نصنع الفارق، ويقدر عمارة يعرض لنا بعض الصور اللي احنا نتكلم فيها عن لا دي ما دي قوة صن داونز، لا ده لازم نحذر منها، دي فكرة الركنيات اللي بيتعامل مع صن داونز، نقطة مهمة جدا لدفاع النادي الأهلي. صن داونز كتير جدا إما بيلعب دايما بتلاقي الاوفر بتاع الركنيه على خط السته، سواء لعبوا مره واحده او لعبوا زي ما حضراتكم بتشوف بتتسند على حد على حدود ال 18 وبتلاقيه بيرفع الاوفر. هات الصوره اللي بعدها بالظبط سيرينو او كان، هتلاقيه على طول في اتجاه قطري اتجاه المرمى على نقطه الجزاء او بين نقطه الجزاء وخط السته يارده، بحيث اي لمسه تكون هدف لفريق صن داونز. الصوره اللي بعدها عماره اتنقلت، وده ماديشا اللي هو لاعب باك يمين المره اللي فاتت لكن هو سنتر باك، قدر يسجل ده الهدف الاول في بيترو الهدف الثاني في بيترو اتلتيكو. دي كوره هنلاقيها مميزه دايما صن داونز بيعملها في الركنيات. نقدر نستعرض الصوره بعدها عشان نقول لكم ان الحاله دي اتكررت اكتر من مره، دي في مباراه الوداد نفس القصه، الركنيه بتتلعب على حدود ال 18 وتتلعب على نقطه السته. كمل يا عماره بالظبط، هنا برده كانت كوره خطره جدا ولكن قدر دفاع الوداد يتعامل معاها. الصوره اللي بعدها نفس القصه بتطلع لسيرينو، وعلى طول سيرينو برضو بيلعب على نقطة الجزاء أو على خط الستة، وبنلاقي لعيبة صن داونز مهاجمين خارجين أو بعيد عن منطقة الستة ياردة، ومع أول الكرة ما بترفع بينطلقوا دايما في الكرة، وده برضو هدف سجله أعتقد ميديشا أيضا. ودي في مباراة الوداد، ودي طبعا الصورة بقى لما بتتلعب دايركت بتتلعب على برضو خط الستة ياردة سواء على القريبة أو في منتصف المرمى، خطوره كبيره جدا من ركنيات صن داونز. الاهم من الخطوره دي ان احنا عندنا حكم هنتكلم عنه اكيد، ولكن اللعيبه تكون مركزه جدا مع فكره الكوره، ما يشغلناش الاعتراض على التحكيم او الاعتراض الحكم، وسايبين الكوره ممكن اي ضربه حره مباشره على حدود 18 او ركنيات تتلعب بسرعه، لان صن داونز بيجي له دي كويس جدا. حتى الكوره لما بتطلع رمي التماس بتكون كوره جاهزه على طول لاعب صن داونز، عشان هم عندهم رتم الكوره سريع ورتم اللعب سريع، فلازم نكون مركزين ال 90 دقيقه ما نشغلش بالنا باعتراضات والكوره في حوزه صن داونز في اي ضربه ثابته. لكن عندنا اطراف صن داونز فيها مشكله كبيره جدا، خاصه انك تقدر تعمل مرتدات كبيره جدا. ممكن نعرض صور هتلاقي هنا مفيش اي ضغط على اللاعب حامل الكره سواء ظهير او جناح، وهيقدر يرفع الكره. حتى التعامل مع قلبين من قلبين الدفاع صعب جدا. نقدر نشوف الصوره اللي بعدها عماره،
شايفين الكرة سقطت فين؟ يعني ارتفاع تقريبا حوالي 2 متر او 2 متر ونص، سقطت ورا المدافع ما قدرش يتعامل معاها، ودي نقطة صغر او نقطه ضعف كبيره جدا في قلبين دفاع صن داونز، فرق كتير وبالظبط قلناها، ولكن الفوز بالكرات الهوائيه قليل والظاهره غريبه جدا. بالظبط نقدر نستعرض دي نفس الكره دي في ماتش الوداد، وايضا برضو اتلعبت في على حدود الست يارده، وبرضو ما قدرش يتعامل مع خط ده، وما قدرش يتعامل مع مهاجم الوداد برغم ان هي كانت كره مهيئه. نشوف الصوره اللي بعدها مره، بالظبط نفس الكره بتقع في نفس المكان ومفيش تعامل من قلبين دفاع فريق صن داونز. نشوف الصوره اللي بعدها، هنا بقى ده هدف بترو اتلتيكو، الكره زي ما شايفين التحام، يقدر المدافع يقدر كتف بسيط جدا يطلع اللاعب بتاع بترو اتلتيكو خارج المباراه تمام او خارج الكره تماما، ولكن مع ذلك بينجح الجناح بترو اتلتيكو ان هو يلعب الكره بالعرض. نشوفها تاني، طبعا مفيش تغطيه. الشوطه اللي بعدها مره، بالظبط قدر ينجح وهي في الهواء ويلعب. شايفين قلبين دفاع مفيش تمركز تماما تماما من قلبين دفاع صن داونز، وبيلعبها بمنتهى الاريحيه داخل المرمى. نقط او ثغرات ممكن نستغلها بشكل ايجابي جدا، لا ضغط على حامل الكره جهه اليمين او جهه اليسار، ولا كمان تمركز داخل منطقه الجزاء. المهم ان احنا ما نلعبش الكرات البالونيه، تكون العرضيات بتاعتنا في مستوى مش عالي قوي، ونقدر كمان نسجل ونستغل التمركز، خاصه لا الباك اليمين بيضغط ولا الباك الشمال، واعتقد هيكون لينجرمان برضو مش بيضغط وبيسيب الكره دايما للجناح. نتمنى نكون القينا ضوء على ثغره مهمه جدا، ونتمنى نستغلها بكره ان شاء الله. بص يا احمد، احنا عشان الناس برضو تبقى معانا ما تتوهوش مننا، اتعاملنا معاكم في فايلر المباراه السابقه ازاي فايلر حضر، وريناكم بالصور ان فعلا نقاط الضعف استغلها، وبعد كده احمد كلمكم عن نقاط ضعف في صن داونز واضحه جدا فيما يخص الاطراف، وبعد نقاط القوه فيما يخص الركنيات. هنروح بقى لنقاط قوه صن داونز بشكل واضح. اهم حاجه عشان انت تعالج اي خلل هو انك تروح لاقوى لحظه المنافس بتاعك كان بيستغل الخلل اللي عندك ده، وعشان كده مباراة صن داونز الخماسية هي المرجع الأول للجهاز الفني في مباراة الغد. عايزين نقف عند بعض الأرقام في مباراة الخماسية أمام صن داونز في بريتوريا. بالنسبة للركنيات 5 ركنيات، الاستحواذ 64%، تمريرات 617 تمريرة، رقم مستحيل يحصل في الطبيعي قدام النادي الأهلي، ولو النادي الأهلي بيلعب في أسوأ حالاته. دقة تمرير 89%، ده متوسط دقة تمرير، ملهوش علاقة بمتوسط دقة التمرير الطبيعية في كرة القدم إطلاقا. أنت كنت واقف بتشاهد تمريرات صن داونز، تمريرات طولية ناجحة 30، وده عدد كبير جدا بالنسبة للتمريرات الطولية اللي المفترض دقتها تكون أقل من كده. محاولات على المرمى 20 محاولة على مرماك، مش دي الفكرة. كام اون تارجت؟ 12 اون تارجت، وده رقم كبير برضو جدا. طيب شفنا ايه كل الحاجات اللي كان بيميز بيها صن داونز في مباراة بريتوريا السابقة، وهي عدد تمريرات غير مسبوق، نسبة استحواذ غير مسبوقة، وارقام قوية جدا. طيب لو بصينا في الملعب في المباراة دي، هو التمريرات الكتيرة اللي اتكلمنا عنها، مين اكتر لاعب البول ريسيفر، موست بول ريسيفر في صن داونز؟ لو نعرض الصورة هنشوفها هنا، 67 كرة تم استلامهم في المنطقة الخاصة بكيكانا، 79 مرة كيكانا استلم الكرة، 67 مرة فريق صن داونز سلم الكرة في المنطقة دي. المنطقة دي هي ما زالت في كل مباريات صن داونز الأخيرة على ملعبه هي أكتر منطقة صن داونز بيتحرك فيها فيما يخص تسليم الكرة. يعني من الآخر دي محطة هجمات صن داونز، ودي المكان اللي صن داونز بيقف عنده سواء في تحضير الهجمة أو في ربط خطوط الملعب ببعضها. إذن مبدئيا لازم نضغط على كيكانا، كيكانا لازم ما يكونش عنده الفرصة الزمنية، لا مساحة على مستوى الزمن ولا مساحة على مستوى المكان. دول أصعب حاجتين في كرة القدم، مساحة زمنية إنه يستلم ويفكر، أو مساحة خاصة بالمكان إنه هو يقدر بسهولة جدا يوجه الكرة ويحركها في مسار صعب جدا على النادي الأهلي. طيب عايزين نبص لمباراة صن داونز في 7 حالات هم بيلخصوا إيه اللي صن داونز بيعمله على ملعبه فيما يخص المباراة دي أو بعض المباريات الأخرى. نشوف أول صورة يا مرة. هنا بنتكلم فيما يخص
فكره الايرلي كروس. هنا اللاعب الخاص بسان داونز بيعمل عرضيه مبكره جدا كانت في قلب دفاعات النادي الاهلي. ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا التمركز بتاع دفاع الاهلي. الاثنين مش على خط واحد، فانت مش عامل اوفسايد تراب تاخد بيها اوفسايد. كمان في الاثنين قريبين من اللاعب ولكن في النهايه هم بيصنفوا اوت اوف بوزيشن. الاثنين قريبين من اللاعب بس ما حدش ماسك اللاعب. نروح للصوره الثانيه، دي بتلخص حاله ثانيه لسان داونز. هنا يا جماعه دي اخطر حاجه بيعملها سان داونز، وهي فكره تجميع اللعب في مكان ولعب الكره للظهير العكسي. واضحه جدا تجميع اللعب في الجانب الايمن والظهير العكسي او الجناح بيدخل للعمق بدون اي شكل من اشكال الرقابه. نروح للعبه اللي بعدها، هنا ايضا نفس الفكره، كل لاعبي الاهلي ومجموعه من لاعبي سان داونز في اتجاه والكره بتمرر في الناحيه العكسيه تماما. نشوف الصوره اللي بعدها، هنا اللاعب بيعمل ايرلي كروس وده مميز بيه سان داونز، العرضيه المبكره ومفيش بلوكينج عليه بالشكل المظبوط، وده ما ينفعش يحصل بكره. عايزين نروح لحالة تانية وهي برضو بنتكلم فيها، لو شفنا اللاعب في أقصى الشاشة في اليسار كمان وهو بدون رقابة واللاعب حامل الكرة هو محضر قراره هيلعبها فين، في عكس مسار تمركز لاعبي النادي الأهلي. نروح للكرة اللي بعدها، أيضا فكرة اللي وقع فيها سان داونز في مباراة الذهاب ما ينفعش نوقع فيها في العودة، وهي إن ما كانش فيه أي لاعب بيقدر في المنطقة دي يعمل بلوكينج للتسديدات. نروح للصورة اللي بعدها، عندنا أيضا تمرير المدافع الخاص بالنادي الأهلي كان خطأ في بداية الهجمة عندنا، تحول لانفراد تام لسان داونز، وهو إن اللاعب خرج بالكرة بشكل غلط ومش مفترض إنك تخرج بالكرة في أي باص فيه ريسك. طيب إحنا كان الجمهور بيكلمنا في إن إحنا عرضنا زي ما أحمد قال نقاط قوة سان داونز، بس مش هنقف عند النقطة دي. أنت شفت كل ما يخص سان داونز، طب هتقابل ده عموما بشكل عامل ازاي؟ اول حاجه الاستحواذ، اقصى معدل للاستحواذ يخص سان داونز هو 64% في دور المجموعات كمتوسط، انت بتتكلم في ان ال 64% دول قدر يعملهم عليك، اقصى عدد للتمريرات قدر يعملها قدامك. طيب اذا انت كفريق النادي الاهلي عنده ميزه ما كانتش موجوده في اي فريق بيلعب في دور المجموعات، وهو متوسط نسبه استحواذه خارج الارض. وصل النادي الاهلي لمتوسط حوالي 54%، شفنا في مباراه الهلال السوداني في ام درمان انت الاكثر استحواذا، مباراه بلاتينيوم انت الاكثر استحواذا برضه خارج الارض، حتى مباراه النجم الساحلي انت الاكثر استحواذا خارج الارض. اذا ده شغل مدير فني في كره القدم. طب لما تيجي عند فريق كان اقوى حاجه فيه نسبه الاستحواذ على ارضه اللي قدر يوصل ل 64%، وانت اقوى ميزه عندك الاستحواذ خارج الارض. اذا هنا اللحظه اللي انت لازم التارجت بتاعك ال 64% اللي حصلوا في مباراه بريتوريا هيقلوا يوصلوا لكام. تاني نقطه، عدد التمريرات اللي عرضناها استلمها كيكانا هيقلوا يوصلوا لكام. نقطه بعد كده، المساحات بتاعه التحضير للظهير العكسي، لما خبراء يعني التاكتكس بيتكلموا في كره القدم دي حلها ايه؟ فكره تحضير اللعب في جانب، انت عندك لما اللاعب يدخل للعمق الجناح والظهير بيتحرك، طبيعي ان اللاعب الباك يمين عندك او الباك شمال هيدخل مع اللاعب ده للعمق وهتبقى المساحه دي فاضيه، انت هنا بتعمل ايه؟ ده دور الجناح. كان عندنا في مباراه بريتوريا السابقه ثلاثه ارتكاز كان في بدايه المباراه، ندفد والسوليه وفتحي، وكان مفيش اي مسانده من الجناحين، انت ده مفترض ما تعملوش المباراه دي. حسين الشحات لو لعب ومعلول لو لعب او لو بقى فيه افكار من النوعيه دي كجناحين، مفترض يكون مسانده لايمن اشرف، مفترض يكون فيه مسانده لاحمد فتحي. ما ينفعش المساحه دي اللي بيدخل الجناح للعمق والظهير بيتقدم ما يكونش الجناح راجع معاه. دي اهم النقاط اللي لازم نركز عليها بكره، زي ما قلنا نقاط القوه، قلنا الروشتة بتاعه علاجها، وقلناها هتكون مهمه جدا جدا يا احمد. النقاط دي عملها بالظبط فوزي البنزرتي في 2019، لان الناس ممكن تقلق انتوا جايين تتكلموا ليله المباراه عن مباراه سابقه، اكيد بنستعرض اخطاء عشان ما نقعش في الاخطاء دي، وانا اتوقع ان شاء الله مش هنقع في الاخطاء اللي حصلت السنه اللي فاتت او شهر مايو اللي فات، لان دي كانت ظروف خاصه جدا، مباراه كل اللاعبين ما كانوش في يومهم وكان في حاله من عدم التركيز واخطاء بالجمله، برغم ان انت كنت بادئ بدايه قويه جدا اول 10 دقائق. لكن الحقيقه عندنا
قصة الضغط على حامل الكرة في فريق صن داونز، اللي هي فكرة التميز بالكرات القطرية والكرات الطولية اللي بينجحوا فيها في تسجيل أهداف، ودي خطرة جدا 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 وبيعتمدوا عليها بشكل كبير جدا في اختصار الوقت للوصول لمرمى المنافس. عندنا فريقين عربيين، فريق راح هناك قدر يطلع بنتيجة إيجابية وفريق آخر راح طلع بنتيجة سلبية. ممكن نستعرض صور الضغط ازاي. ده فريق الوداد في نسخة 2019 مع فوزي البنزرتي، لاعب صن داونز كيكانا بيستلم الكرة، اللقطة اللي بعدها كان فيه 3 لاعبين محاصرين كيكانا، لا مساحة زي ما فارس قال ولا وقت عشان يلعب الكرة، حتى لو بيعمل فاول ففي النهاية بيقدر يخلق الفاول خارج مناطق الخطورة لفريق الوداد، على عكس فريق اتحاد العاصمة اللي كان لو شفنا الصور اللي بعد كده سايب تماما اللاعب براحته تماما يلعب الكرة الطولية. لاعب الكرة الطولية بيتحرك بشكل قطري المهاجم خلف المدافعين وبيقدر يستلم الكرة وبيصوب، لكن دي الحارس تألق معاه. هل تعلم أو هل خد باله فريق اتحاد العاصمة الجزائري من الكرة دي؟ بالعكس، حتى بعد التعادل اتلعبت نفس الكرة بالظبط، والمرة دي قدر يسجل منها صن داونز. نفس القصة، مفيش ضغط على حامل الكرة من فريق صن داونز وبرضه بتتلعب خلف المدافعين وبيقدر يستلمها المهاجم وبيسجل هدف لصن داونز بيحسم بيه اللقاء. نقطة مهمة جدا ونقطة قوة كبيرة جدا عند فريق صن داونز تقدر تتحكم فيها أو تمنع الخطورة بأنك تمنع أصلا الكرة الطولية أو بقدر الإمكان تحاول تضيق المساحة وما تخليش اللاعب حامل الكرة في صن داونز سواء الخط الخلفي أو في نص الملعب تحديدا كيكانا أنه يقدر يلعب الكرة الطولية، لأن وقتها تبقى بتسبب أزمة كبيرة جدا وبتحط المدافع في اختبار صعب جدا مع مهاجمين بيجيدوا التحرك وكمان بيمتلكوا السرعة وال الإتقان على المرمى. فأتمنى فكرة نص الملعب أو أن الدفاع ما يبدأش من الخطوط الخلفية يبدأ من الخطوط الأمامية، وده اللي عمله بالظبط فوزي البنزرتي في النصف نهائي 2019 بأنه لعب 4-4-2، غير طريقته خالص، وكمان الاثنين اللي كان بيلعب بيهم ما هماش كانوا مهاجمين، كان منهم وليد الكارتي اللي هو أصلا لاعب دايرة أو نص ملعب في فريق الوداد، لكن قدر يلعب بيه عشان يقدر أولا عنده إمكانيات أنه يقطع الكرة ويضغط على حامل الكرة في صن داونز، وكمان عنده الزيادة الهجومية. حتى المهاجم الثاني كان جناح زهير المترجي على ما أتذكر، كان لعب 4-4-2 وبرغم محاولات صن داونز واستحواذ صن داونز لكن قدر، لأن طبعا عارفين 4-4-2 بتلعب على كل مساحات الملعب وبتأمن لك تماما الخطوط الخلفية، قدر يطلع برغم الاستحواذ وبرغم الأرقام اللي هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي بنتيجة 0-0. صن داونز كان محتاج هدف واحد فقط لغير يصل بالنهائي للنهائي لكن ما قدرش يحققه. نستعرض احصائيات مباراه الوداد مع صن داونز. الاستحواذ كان كاسح لفريق صن داونز 67% مقابل الوداد 33، عدد التمريرات برضه فوق ال 500 لصن داونز 502 مقابل 244 تمريره فقط لغير، لكن عشان التضييق المساحات على صن داونز كانت الدقه على عكس اللي استعرضناه في ماتش الاهلي وصن داونز 77% فقط لغير، لكن الاخطر الوداد منع صن داونز ان هو يجري اي محاولات على المرمى سوى 5 محاولات خلال شوطين. فريق بيلعب على انه يسجل جول يصل لنهائي البطوله ما قدرش يعمل عليك غير 5 محاولات، ده بسبب الضغط الامامي على حامل الكره. 12 ركنيه لصن داونز مقابل 3 الاخطاء، وهنا لازم نقطه لخط دفاع النادي الاهلي. صن داونز بيجيد الكرات الثابته، حاول تقلل الاخطاء خاصه في مناطق الخطوره على حدود منطقه الجزاء، يمكن حتى الهدف الثاني اللي اتسجل من ضمن الخماسيه كان من خطا زي ده، والكره اتلعبت من كره ثابته وقدروا يسجلوا الهدف الثاني. 12 خطا من فريق صن داونز مقابل 10 اخطاء، وده تعامل ذكي جدا من لاعبي الوداد مع فريق صن داونز. الكرات الطوليه لصن داونز 27 واحده ناجحه من 71 مقابل 13 من 82 الوداد، طبعا الوداد كان بيلعب على تامين دفاعاته. العرضيات 6 ناجحين فقط من فريق صن داونز من 29 مقابل 3 من 14. هنا بقى الالتحامات الارضيه هتلاقي فريق الوداد كان 48 التحام، وهنا برضو رساله للاعبي النادي الاهلي تحديدا في الالتحامات الارضيه او الهوائيه وتحديدا مع بدايه المباراه، لازم المنافس يحس ان انت عندك اصرار على استخلاص الكره، لازم يحس ان انت عندك اصرار على المكسب من اول دقيقه. الالتحامات دي بتفرق جدا نفسيا في الجانب النفسي، القتال في الملعب وفكره الفوز بالالتحام سواء ارضي او هوائي بيقدر يوصل رساله للمنافس ان انت نازل عشان تصعد، نازل عشان تحقق الفوز. اكيد مباراه صعبه، لكن زي ما عرضنا او زي ما فارس استعرض المباراه اللي مش بنحب نتذكرها دايما ولكن عشان نتعلم من اخطائنا، بنستعرض لكم مباراه كان فيها الوصول النهائي محتاج لهدف واحد من فريق صن داونز ما قدرش يحققه.
بقوه بخطه طبعا فوزي البنزرتي ولاعبي الوداد واصرارهم على الفوز بالالتحامات والتامين الدفاعي بشكل كبير جدا. لكن بكره رينيه فايلر هيعمل ايه؟ لعيبه النادي الاهلي هتعمل ايه؟ نتمنى طبعا ليهم كل التوفيق، نتمنى يكون زي نسبه الاستحواذ العاليه بتاعتنا في كل المباريات الافريقيه. وده بقى المدير الفني اللي بيلعب بشخصيه البطل، اللي هو فكره بلعب جوه ملعبي او بره ملعبي، انا بلعب على فكره الاستحواذ وانا يكون ليا الابر هاند في المباراه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى تركيز تام من لاعبينا ودايما نلعب على نقاط ضعف فريق صن داونز ونتلاشى اي نقاط قوه لفريق صن داونز، وان شاء الله نحقق المعادله دي ونصعد بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كثير من التحضيرات انا واثق ان هي اتعملت، يتبقى تنفيذها في الملعب، ولكن اتكلمنا في الجانب الفني. كرة القدم ليست معركة فنية فقط، ولكن التحضيرات الخاصة بكل ما يحيط بالمباراة هي خاصة بالمدير الفني القوي، المدير الذي يجيد الاهتمام بالتفاصيل هو المدير الفني الناجح. شفنا السفر بدري والعودة مع صن داونز كانت خطوة مهمة جدا، محدش سابق حد بخطوة. هو مع صن داونز من لحظة وصول صن داونز أنا كمان بستعد للمباراة، مفيش راحة. شفنا كمان اللقطة اللي كان فايلر فيها بيبص للشمس وبيسأل الممثل الخاص بالملعب اتجاه تعامد الشمس في الملعب. يعتقد البعض أن مثل هذه التفاصيل هي تفاصيل عادية في كرة القدم، ولكن أبدا هي تفاصيل مهمة جدا. ملعب أنت مش معتاد عليه، مش متعود تلعب في الوقت ده، تعامد الشمس للاعبين شيء مهم جدا، ان انت بتشوف اللحظه اللي هيكون فيها فريقك قبل بدايه المباراه هيلعب في الجزء الايمن ولا الايسر من الملعب. كمان بتشوف هل في الوقت ده الشمس هتكون موجهه لعين اللاعبين ولا لا. كل دي تفاصيل موجوده في كره القدم ومهمه، ولكن الاهم ان هي تترجم لتفوق في الملعب، لان التحضيرات جزء صغير جدا جدا من كره القدم. الجزء الاكبر يتعلق بشخصيه الفريق وتركيزه داخل المباراة نفسها. شفنا الجانب الخاص بالفريق وفايلر فنيا ونفسيا وما سبناش معاكم حاجة، ولكن نروح لجزء تاني. بكاري جسامة، لا قبل جزء بكاري جسامة عندنا فكرة التعامد الشمسي، دي فكرتني بحلقة من حلقاتنا السابقة، لكن ما ينفعش نفوت حلقة أو ماتش الذهاب بدون ما نلقي الضوء على خطأ تحكيمي واضح. احنا ما تكلمناش كتير، ولكن ما زالت الاخطاء التحكيميه كانت ممكن تحطنا في حته تانية خالص. انك يتحسب ليك ركله جزاء واضحه وصريحه تطلع بالنتيجه 3-0 تختلف تماما، وظروف المباراه التانيه تكون اسهل بكتير. لكن تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراه الذهاب وسط جماهيرنا. نشوف الكابتن سمير عثمان وتعقيبه على ركله جزاء لصالح النادي الاهلي، ونرجع تاني في الدقيقة 40 اللعبة الخاصة بقفشة، هل هي فيها تعمد ما فيهاش تعمد، فيها إهمال ما فيهاش إهمال؟ ده اللي احنا نقدر نشوفه. أول حاجة طبعا هنا احنا عارفين مبدأ التعمد ده خلاص اتلغى من الأخطاء اللي بتحسب عليها أخطاء وسوء السلوك، بس عندنا ثلاث حاجات اللي هو الإهمال والتهور واستخدام قوة زايدة. كرة زي دي فيها إهمال من اللعيب بتاع صن داونز، وفيها ذكاء برضو من اللعيب النادي الاهلي انه رايح في مكان هو متوقع ان ممكن المدافع يعمل كره زي دي. طبعا ده هنا في اهمال، وكان على الحكم انه يحتسب ركله الجزاء ان الكره دي على خط منطقه الجزاء. تفاصيل مهمه جدا في مباراه حاسمه جدا، خطا مش قليل، خطا بيمنحك ركله جزاء واضحه وصريحه، والغريب انها كانت قدام عين الحكم اللي شاور باستكمال اللعب. خطا كان ممكن يمنحك الهدف الثالث، واعتقد نتيجه 3-0 نتيجه مطمئنه للغايه، ودايما بنقع في اخطاء دايما لصالح ضد النادي الاهلي من الجانب التحكيم الافريقي. وكل الامل بكره ان يكون بكاري جسامه في الموعد، بس مش في نفس مواعيده السابقه، لان احنا عندنا مواعيد سلبيه كتيره جدا سابقه مع بكاري جسامه. بص احمد، احنا فلسفتنا في الفقره دي مختلفه. احنا كاعلام خاص بالنادي الاهلي حجم الخطأ اللي أسامة شرحه ده ركزنا عليه قد إيه؟ آخر حاجة معانا في الفقرة الخاصة بمباراة صن داونز، هي دي فلسفتنا. أكيد بنقف عند الأخطاء، وأكيد ده حق للنادي الأهلي، ولكن لا نتناول ده بشكل يؤثر على النادي الأهلي فنيا. حابب أقول للاعبين وحابب أقول للجمهور اللي بيتفرج علينا، لما إحنا بنتكلم عن أخطاء بكاري جسامة كل واحد فينا ليه دور. الجهاز الفني دوره تحضير للمباراة، اللاعبين دورهم التركيز داخل المباراة بعيدا عن الحكم تماما.
الإعلام وزي تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ اللي قال فيه إن الحكم هيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها، ورغم معاناتنا مع الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا إن كابتن سيد أكد إن نتمنى إن المباراة تخرج بشكل بعيدا عن أي أهواء تحكيمية. هي دي الفكرة، مدير الكرة بيعمل دوره، الإعلام بيعمل دوره في الضغط على الحكم بشكل إن أنا أخد حقي، اللاعبين عليهم دور فني، ده اللي لازم نبقى فاهمينه. ده كلامنا عن بكاري جسامة مش معناه إن أنت بكرة انزل الملعب بخلفية إن الحكم هيؤثر عليك إطلاقا، وده ملوش أي معنى من اللي احنا بنتكلم فيه، إنما احنا بنتكلم في معنى آخر، نحنا نرصد كيف يدير بكاري جسامة مبارياته، ونتمنى إن الخلفية الذهنية عن بكاري جسامة لا تتكرر في مباراة الغد يا أحمد، لأن نستعرض النتائج، ولكن الأهم مش النتائج بس، الأحداث اللي حصلت خلال النتائج دي. هو أكيد بكاري جسامة له سلبيات كتير معنا، برغم أن لو استعرضنا نتائج الفوز أكيد للنادي الأهلي أكتر، لكن احنا بنحذر من فكرة بكاري جسامة وبنسبة موقف، خاصة أن المباراة بتاعة الغد الفائز منها هيقابل الفائز من الوداد والنجم الساحلي، فحذاري لعيبة النادي الأهلي من فكرة الإنذارات، لأن دايما قلنا الشيطان يكمن في التفاصيل، وبكاري جسامة ذكي جدا وشاطر جدا في فكرة التفاصيل اللي ممكن تفقدك تركيزك بالتحكيم. ركز في المباراة، ركز في هدفك أيا كان الحكم، ولكن الكلام ده بس عشان نوضح بكاري جسامة أو دور التحكيم الأفريقي، زي ما استعرضنا ركلة الجزاء غير المحتسبة كمان بنستعرض تاريخ بكاري جسامة مع النادي الأهلي اللي أدار عدد 9 مباريات للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين فوز النادي الأهلي 4 مباريات، يعني الفوز أعلى، الهزيمة في 3 مباريات فقط لا غير، التعادل 2، بطاقات صفراء 18 وبطاقة حمراء 1، 18 بطاقة صفراء يعني معدل كل مباراة في 2 كارت أصفر. الأهم عشان بس الناس ما تبصش لفكرة إن النادي الأهلي فاز 4 مباريات، لا، بكاري جسامة كان في مباريات الحساسة جدا للنادي الأهلي كان له سلبيات، والأثر الأصعب هو فكرة إن هو يجي لك في مباراة أنت محتاج فيها الفوز ويحرمك منها، على عكس مثلا مباراة في المجموعات. وأعتقد هنستعرض يا فارس أخطاء بكاري جسامة بالفيديو. هنبدأ مع أخطاء بكاري جسامة. عندنا في 2012 مباراة الأهلي والملعب المالي، استاد دومالي في مالي. المباراة دي لو بنشوف ضربة جزاء واضحة جدا للنادي الأهلي في المباراة اللي خسرها النادي الأهلي 1-0 لم تحتسب، وأخطاء واضحة جدا، صعب جدا إن دي تتحسب، إن الحكم يتغاضى عن احتسابها ركلة جزاء. لا دي من خارج في ركلة المنطقة، الجزاء الأول دي خارج المنطقة، لكن الحكم المفروض إن أنا رايح مواجه للمرمى طرد، مفيش طرد. طب ما أنا ركلة الجزاء كمان بالظبط، الحارس محرك ايديه في اتجاه اللاعب بعد ما الكره عدت خالص، الكره هنا مش في مسار الحارس اطلاقا، الكره عدت، اللاعب الحارس نزل في توقيت متاخر عشان يحاول يمنع الكره، ودي الكره الاولانيه دي اللي محتاجين كمان نقف عندها، ده التحام غير مبرر وغير مفهوم، وكان مفترض يتحسب فيه ضربه جزاء. الفكره ان التفاصيل الصغرى تصنع النتائج الكبرى، التفاصيل الصغرى تصنع النتائج الكبرى. المباراة دي انتهت بخسارة النادي الأهلي 1-0، جينا هنا في مباراة العودة، مباراة لا تنسى لولا نزول أبو تريكة وتسجيل ثلاثية عشان تنتهي المباراة 3-1 وناخد البطولة في النهاية في 2012، كان ممكن الأخطاء اللي انت ما خدتش حقك فيها دي تخليك مش بطل النسخة بتاعة 2012. وعشان كده بكاري جسامة حكم ذكي جدا، أخطاؤه ليست بالفادحة بشكل كبير، ولكن هو يجيد التعامل كحكم، يخرج من المباراة باللي هو عايزه وهو سايب إيديه بالبلدي. كده عندنا ملف الوداد والنهائي الشهير. طبعا ملف الوداد ده ملف أصلا شائك، وكان واضح من مباراة الذهاب تحديدا سيما أملاك الحكم الأثيوبي والتغاضي عن ركلة الجزاء لوليد أزارو، وتستكمل في الجانب الآخر في الوداد. يمكن الأخطاء ما كانتش على طريقة ركلة الجزاء، ولكن في أخطاء منعتك من أنك بالفعل تسجل أهداف. استعرضنا قبل كده وردنا قبل كده على الزميل أحمد رفيف في موضوع بكاري جسامة في ماتش الوداد، لكن عندنا كمان كابتن وائل جمعة كان له جدل دائر حوالين حكم بكاري جسامة مباراة الوداد مع جمال الشريف، نطلع نشوفه ونرجع تاني.
هذه كرة، الكرة الموجودة هذه غير مؤثرة، يستمر اللاعب، الحكم يأمر باستمرار اللعب، لأن لاعب الأهلي رمى رمية التماس، كان هناك أحد الشباب الذين رمى الكرة باتجاه الملعب، لكن هذه الكرة غير مؤثرة، الملعب الكرة في ملعب مكان آخر، ليست لها تأثير على مجريات اللقاء. نلحظ طبعا أزارو في موقف تسلل بلا شك، لكن الكرة لعبت باتجاه مؤمن، مؤمن كان في موقف صحيح، الحكم تسرع باتخاذ القرار نتيجة أن يوسف خرج في محاولة لا وجود. أنا طبعا دقيقة 82 في حالة واحنا بنتفرج على تسلل، هي حاله تسلل، حاله تسلل، الحاله هي الاخيره، عبد الله السعيد يمرر الكره باتجاه مؤمن زكريا، مؤمن زكريا كانت هذه الحاله تلعب الكره باتجاه مؤمن زكريا، مؤمن كان موقف صحيح، لكن نلحظ ماذا فعل مؤمن واستمرت اللعبه، لو احرز هدف لقلنا الراجل اول ما الكره راحت لمؤمن رفع صحيح. انا مش هو رفع يعني. هو تسلل، هو خطا بعمليه التقييم، هناك 5 حالات تسلل، 2 خاطئتين، هذه واحده منها، الحكم طبعا متقدم ليس مع اخر ثاني مدافع، لعبت الكره باتجاه مؤمن، مؤمن لم يتصرف بها، لم يذهب باتجاه المرمى، لعبها الى الخلف واجي استمر يعني لو كانت جت جول يا كابتن جمال كان هيلغيه تماما. الكابتن جمال الشريف دايما كان له يعني اخطاء، يعني حاجه في التحليل التحكيمي غير طبيعيه جدا، حتى على المستوى الاوروبي مشكله مع الاهلي، لا ده على المستوى الافريقي مشكله مع الاهلي، وحتى على المستوى الاوروبي كان دايما كاسيميرو لا يستحق الطرد وحاجات كده اللي بيشجعوا ريال مدريد وبرشلونه في الوطن العربي. فيمين كويس قوي اتجاهه وميول الكابتن جمال الشريف سواء عالمي او على الناحيه المحليه، واعتقد الكابتن ابو تريكه احرجه قبل كده في ركله الجزاء وليد ازارو اللي كان مصر انها مش ركله الجزاء، ثم في مباراه ارسنال وتشيلسي اقر بنفس الكوره كوبي بيست انها ركله جزاء. دلوقتي بيتكلم في فكره ان الحكم صفر، شوف مؤمن زكريا عمل ايه، ما هو الحكم صفر خلاص الكوره انتهت، الفرصه اتقتلت، الاهم التسلل اللي كان في الشوط الاول اللي وليد ازارو بقى هو والمرمى انت هنا، ده اللي بنتكلم فيه. التسلل حامل رايه، ولكن احنا بنتكلم عن تحكيمي يقدر يحجمك، تقدر تطلع من المباراه، مفيش خطا فادح ضدك، مفيش ركله جزاء غير محتسبه، لا لكن منعك من انك تسجل كره لوليد ازارو، والكره في الدقيقه 80 مؤمن زكريا لو مفيش صفاره حكم كان يقدر التصرف بشكل مختلف سواء من مؤمن او من جونيور اجاييه، 1-1 تعيد المباراه لنقطه الصفر وتلعب ركلات ترجيح، هو ده اللي احنا بنحذر منه في بكاري جسامه والذكاء في التعامل. ونركز على نقطه اللي حابب اقولها، اوعى تنشغل بفكره الحكم وتسيب الكره الثابته او الفاول يتلعب وانت مش واخد بالك، بيجيدوا تماما صن داونز الكره دي اكيد. وناخد تصريحات لاحد الرجال المحترمين الراحل عمرو فهمي وهو يتحدث عن بكاري جسامه، نشوف الفيديو ونرجع تاني. السنه اللي قبلها كانت غلب 3-1 من فيتا، ورأيت لك ماتش العوده عايزين يحطوا في لو 3-1 فكسب 2-0 ممكن يخش، تمام، قال لك حطوا له جسامه. دخلت بصيت عندنا في الاتحاد الافريقي تعرف تشوف الحكم ده اخر ماتشات عمل، دخلت بصيت على جسامه تاريخه، لقيت ان جسامه في اخر سنه عمل الماتشات الاتيه، عمل الاهلي والوداد، عمل الوداد وزاسكو الماتش اللي هو كانت مجموعه النادي الاهلي اللي هو كان الوداد لازم يكسب عشان يتاهل، تمام، اداله ضربه جزاء، اداله كارت احمر في الدقيقه 60 ما عرفوش يجيب جون، اداله ضربه جزاء في الدقيقه 60، عمل الاهلي والوداد، عمل فاينل بطوله الامم الافريقيه للمحليين في المغرب ونيجيريا النهائي، ادى في اول 50 دقيقه ادى ضربه جزاء وكارت احمر للمغاربه لصالح المغرب. بعد ماتش الاهلي والوداد الفاينل خد الطياره من المغرب مع المغاربه، راح من عمل الاهلي والوداد وطلع من المغرب على ساحل العاج، عمل ساحل العاج والمغرب، كسب المغرب وكان اللي يكسب يروح كاس العالم. شفنا كلام في منتهى الخطوره، واعتقد كلنا عندنا نفس الخلفيه الذهنيه عن الحكم بالشكل ده. قلنا ونذكركم تاني، احنا بنرصد اخطاء هامه جدا للحكم، كل حد عمل دوره، مجلس الاداره اللي بعت قبل كده كمان احتجاج على الحكم، واحنا اتكلمنا ورصدنا اللاعبين، بكره الملعب بس هو تفكيرهم، ونتمنى ان مخاوفنا تكون كلها غلط وبكاري جسامه يعمل مباراه مختلفه عن اغلب مبارياته، خاصة مباراة النهائي الشهير اللي عمل أزمة كبيرة جدا بين الترجي والوداد وإلغاء وهدف صحيح للوداد وعدم وجود فار وحاجات من هذا القبيل. نتمنى الصورة الذهنية دي تختفي لبكاري جسامة، خاصة واحنا قلنا ان الفائز من الأهلي وصن داونز ان شاء الله يكون النادي الأهلي هيقابل الفائز من الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي. كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي، اعتقد رصدنا كل شيء يخص مباراة صن داونز. نطلع فاصل وانتظرونا وفقرة ريمونتادا.
ان شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين النادي الذي سيقسم من تونس والنادي الاهلي المصري. يا فلافيو حسام عاشور يا شادي محمد كره طويله في عرض الدفاع التونسي لمسه من عماد مدعم مرتده تصوير وجول جول 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 محمد ابو دريكه في تتويج النادي الاهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. الذي أمامنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد. ورجعنا لكم وآخر فقراتنا ريمونتادا، وريمونتادا النهاردة معانا حاجات فيها مختلفة جدا. كابتن هشام يكن وهو شخصية زملكاوية أنا بعزها جدا، ولكن أحيانا بتكون في بعض التصريحات اللي انت نفسك ما بتبقاش عارف انت قلتها ليه. نطلع نتفرج على الفيديو ونقول لكم ليه كابتن هشام كانش عارف هو قال التصريح ليه الموضوع ده. ولازم يبقى فيه عدم تحيز من كل حتى لو انا النهارده مثلا اهلاوي وماسك بتاع ده. لا، شايف ان الاعلام متحيز النهارده فيه طبعا مصالح مين بيتحيز لمين؟ لا يعني انا يعني عايز اقول ايه، في حاجات كتير جدا حصلت يمكن النادي الاهلي اخذ فيها اكتر من نادي الزمالك، ونادي الزمالك دايما بيتعرض حاجات كتير. زي يعني اديني امثله يعني ايه حاسس ان الاهلي خد اكتر من حقه او الاهلي عومل معامله مختلفه عن الزمالك؟ لا يعني مثلا لا في حاجات كتير. بس كابتن هشام يكن وقع في مغالطه منطقيه غريبه جدا وهو يتحدث عن رفضه للتحيز، وقع في فخ التحيز وتحدث بشكل فيه تحيز، بمعنى هو بيتكلم كلام عام جيد جدا ان في تحيز ومش مفترض يكون في تحيز، وده كان اتجاه الكلام شكل من اشكال نبذ التعصب اللي بيكون موجود، ولكن قال احيانا بيبقى في تحيز. فحتحوت ما سابهوش، قال له تحيز لمين؟ فاكيد مش هيقول الزمالك. راح قايل بيكون في تحيز للنادي الاهلي. طبعا كان باين جدا انه كلام مرسل، فتقال له تحيز في ايه؟ فما وجدش رد. تحيز في بعض الحاجات زي ايه؟ مش عارف. تحيز في التحكيم اللي هو تحيز، المهم انا مش قلت تحيز يبقى في تحيز. فطبعا اعتقد ده شكل من اشكال الفخ اللي انت وقعت فيه يا كابتن هشام، وانت نفسك بترفض التحيز. نتمنى ان لما يكون عندنا مغالطه واضحه ضد الاهلي ضد الزمالك والله ما في اي مشكله، ولكن نكون فعلا بنتكلم عشان نفيد الناس، مش بنتكلم عشان نقول ان في طرف بياخد حقه اكتر من طرف، وانا ما عنديش اي دليل للي انا بقوله. هو الكابتن هشام طبعا احد النجوم اللي شاركوا في كاس العالم 90، كان له برضه تصريح في نفس الحلقه بيتكلم فيها عن فكره المساواه بين مسؤوليه لاعب ومسؤوليه جماهير، وتحديدا كان بيتكلم عن شيكابالا وجماهير النادي الاهلي، وبيلتمس الاعذار دايما للاعب. الحقيقه احنا هنا بنقول عاقب الجماهير وعاقب اللاعب، ده تبعا لمسؤولياته وده تبعا لمسؤولياته، والمساواه بين الجماهير واللاعب ده تحيز يا كابتن هشام. لكن بعيدا عن كابتن هشام، بعض الإخوة الصحفيين وبعض المنتمين لنادي الزمالك طلعوا الفترة الأخيرة، وخاصة بعد عدم ذهاب نادي الزمالك لملاقات النادي الأهلي في قمة الدوري، بأرقام مغالطة جدا للواقع.
بفكره انسحابات النادي الاهلي امام نادي الزمالك، وان بدء الانسحابات او بدايه الانسحابات كانت للنادي الاهلي امام نادي الزمالك، واستعرضوا جدول كبير وقالوا فيه ان النادي الاهلي انسحب 6 مرات امام الزمالك مقابل 3 مرات فقط لا غير انسحابات الزمالك امام النادي الاهلي. دي ارقام طبعا كان لابد اننا نتوقف عندها زي ما حضراتكم شايفين، ده بناء على كلامهم، واحنا دايما بنحب ناخد بمعيارهم. هم قالوا ان البطوله اللي انسحب فيها الاولى او الانسحاب الاول للنادي الاهلي كان قبل المباراه. هنا مفيش طب اي فرق بين فكره قبل المباراه واثناء المباراه. قبل المباراه كان في دوري القاهره 41 41، والحقيقه كان الزمالك هو بطل الدوري والمباراه كانت تحصيل حاصل، والنادي الاهلي اصلا رفض يلعب المباراه وابلغ اتحاد الكره ان هو مش هيلعب المباراه، فلعب نادي الزمالك مباراه امام الترسانه فسمي هذا بانسحاب. طالما ده معياركم هنمشي عليه. الانسحاب الثاني كان في الدوري العام موسم 65 66 اثناء المباراه. الانسحاب الثالث موسم 71 72 اثناء المباراه، المباراه كانت 2-1 المباراه كانت 2-0 والحقيقه حصل شغب، لكن طالما ده معياركم موافقين بيه. الانسحاب الرابع وهو انسحاب النادي الاهلي او اعتذار النادي الاهلي على لعب مباراه السوبر في 2001، وخدوا انسحاب كده النادي الاهلي من مشاركه في البطوله العربيه كانه انسحاب امام الزمالك، وحسبوه كمان مباراتين وقال هم دولت الست الانسحابات امام النادي او امام انسحابات النادي الاهلي امام نادي الزمالك. فحابين نوضح قبل ما نستعرض صوره انسحابات الاهلي امام الزمالك امام الاهلي ان احنا دايما بنفرق بين فكره اعتذار عن بطوله واعتذار عن مسابقه، فكره شغب. الانسحابين او المباراتين الوحيدتين اللي انتهوا قبل ميعادهم الاصلي هما مباراه 66 ومباراه 71 72. مباراه 66 الجماهير هي اللي عملت شغب، كابتن علي زيور كان مدير الكره وقتها في النادي الاهلي خد الكره وحطها في وسط الملعب عشان نستكمل المباراه، ولكن كان الحكم صبحي نصير كان عليه علامات جدل كبيره جدا جدا من قبل كل جماهير الانديه اللي بتنافس نادي الزمالك، طبعا العلاقه اللي بتربطه باخ بلاعب في نادي الزمالك كنوع الاخ، وكمان اخطاء كثيره جدا على راسها خطا لماتش الزمالك والمحله الشهير اللي تم دراسته في كليه هندسه، موضوع كبير جدا بالنسبه للكابتن صبحي نصير، فكان اي خطا تحكيمي دايما بتبص له بشكل مبالغ فيه شويه. في مباراه 71 72 بالفعل في الاسبوع السابع للدوري طبعا المباراه كانت 2-1 وركله جزاء غير صحيحه احتسبت ضد النادي الاهلي، فحصل برده شغب، ولكن الشغب المره دي خلى اللعيبه تخلي الملعب تماما واتلغى الدوري، ليس بسبب المباراه دي بس، لا ده كان كمان ده لغه العصر في الوقت ده، كانت مباراه بين المحله والاولمبي في ملعب غزل المحله وبرده حصل فيها شغب كبير، فتم اتخاذ قرار بالغاء الدوري وتم تحقيقات كبيره جدا. فاذا كنا بنعتبر ان دي انسحابات فحابين نذكركم بهات بقى عماره انسحابات الزمالك امام الاهلي اللي ابتدت في كاس مصر موسم 1928 29 اثناء المباراه الدقيقه 80 والاهلي فايز 1-0 حصل شغب، فده اول انسحاب. اللي بيردد الكلام ده مش انسحاب النادي الاهلي قدام الزمالك، هو انسحاب الزمالك امام الاهلي من 28 29 في كاس مصر. الموقف اللي عمله النادي الاهلي في دوري القاهره موسم 40 41 هو نفس الموقف اللي عمله نادي الزمالك موسم 47 48. النادي الاهلي كان حاسم دوري القاهره والزمالك ابلغ ان هو مش هيلعب المباراه الاخيره، فالنادي الاهلي لعب بدل نادي الزمالك لعب نادي السكه الحديد. المباراه دي بقى في كاس مصر موسم 81 82 ودي اللي محدش بيتكلم عنها خالص، ازمه طبعا بعد هدف حسن شحاته الملغي اللي اتكلمنا فيه كتير. نادي الزمالك كان المفروض يقابل النادي الاهلي في الدور قبل النهائي لكاس مصر. اعتراض نادي الزمالك على ازمه الهدف قرر نادي الزمالك ان هو ينسحب، ولكن اتحاد الكره بدل ما يعلن فوز النادي الاهلي وصعوده للنهائي قرر الغاء مسابقه كاس مصر. الانسحاب اللي بعد كده والشهير موسم 95 96 في الدوري العام، وده طبعا فاكرينه بسبب هدف كابتن حسام حسن اللي انهى الدوري تماما والكابتن نبيل محمود قال كنا بنضلمها. الانسحاب الاخر 98 99 بسبب طرد ايمن عبد العزيز واللي كان المدير الفني وقتها الكابتن فاروق جعفر، وقال ما اقدرش اتحمل ريسك ان انا العب 10 قدام النادي الاهلي لان التاريخ بيقول ان انا هتعرض لهزيمه ثقيله. بما انكم اعتبرتوا انسحاب النادي الاهلي في 2001 في السوبر انسحاب، فحابين نفكركم ان في 2006 و2007 كان المفترض النادي الاهلي يواجه الزمالك طبقا للوائح في مباراه السوبر، ولكن نادي الزمالك اعتذر او انسحب زي ما تحبوا تسموا، يعني لو بمعياركم يبقى انسحب. 2006 و2007 واجه النادي الاهلي فريق انبي في 2006 وفريق الاسماعيلي في 2007، والانسحاب الاخير هو انسحاب الدوري العام
اللي هو 2019 2020 بمعياركم، الا اذا كنتوا حابين تسموه ان الاتوبيس ما وصلش. دي كان تاريخ الانسحابات بمعياركم بالادله بالتاريخ، اعتقد 8 انسحابات واضحه وصريحه فيها مشاركه كمان من اتحاد الكره في حرمان النادي الاهلي من الوصول لنهائي كاس مصر موسم 81 82. فلما تحب تحط معيار خد بالك، لان المعيار ده ممكن يرد في صدرك. بالظبط يا احمد، وزي ما انت اتكلمت مش بس رقميا، هي فلسفه الانسحابات واسبابها المختلفه تماما. احنا كنا عرضنا في حلقه قبل كده تصريح كابتن محمد صبري عن مارك باتا وازاي هو حكم جيد ونتمنى ان هو يحكم المباراه، الزمالك انسحب. وكمان وضح احمد وقعه كابتن حسام حسن وفكره كرسي في الكلوب، فطبعا اهداف مختلفه تماما و ملابسات مختلفة تماما. نيجي بعد كده لحد تاني اعتاد ان هو كل مرة بيطلع في الاعلام معاه شنطة الادعاءات الكاذبة كده، انا لازم افتحها ونبدأ نشوف هنطلع منها ايه النهاردة. كابتن عفت نصار اكتر حد ممكن في اي حلقة بيظهر فيها تطلع من كلامه كم كبير جدا من الادعاءات والكلام الباطل على النادي الاهلي. و الأستاذ إسلام صادق في استضافته لي قال له في بداية الحلقة أنا بحب جدا كلامك وبحب تصريحاتك، والله من أول ما قال له كده وأنا عرفت الحلقة رايحة لفين. كان عنده كلام غريب جدا، نروح نسمعه ونرجع نعاقب. كابتن كابتن احسب اسمعني من الفترة، احسب الفترة، احسب ما بتاخدوش ولا بطولة بتقعدوا ده توعدته من ثلاثة مين ده يعني وأنا بلعب؟ لا ما كنتش بتلعب، بس لا انا هكلمك على الفتره بتاعتي انا 90 لغايه 2000 انا بتكلم على الفتره. لا انا هكلمك على الفتره دي موجود فيها. لا انا هكلمك على الفتره، انا محتكر كل انا ما كنتش موجود في الفتره دي، انا كنت موجود في فتره من 86 من 86 لغايه اخر 95 وبعد كده خرجت احتراف بره. حلو، الفتره دي الاهلي اخد بطولتين الفتره دي كلها. انهي فتره؟ اللي من 86 ل 95 الاهلي اخد بطولتين بس، دوري 87 88 90 اتلغى، 89 اتلغى، 90 خدوا الاسماعيلي، الزمالك خد 91 92 فاهمني. ففي فتره الاهلي ما كانتش فيها حاجه. ايه العظمه دي يعني؟ كابتن عفت نصار اتكلم ان الفتره ان النادي الاهلي كان بياخد فيها بطولات وهو مش موجود، انما لما كان موجود النادي الاهلي في فترته اللي قال عليها من 86 ل 95 وده مش حقيقي، لان كابتن عفت نصار كان في فريق نادي الزمالك في دوري 96 97 في الفتره دي كلها خلال تواجده في الملاعب كابتن عفت بيليه، النادي الاهلي ما حققش غير بطولتين فقط. يعني انا مش متخيل حد يتجرأ انه يقول التصريحات دي على النادي الاهلي. بطولتين ايه اللي النادي الاهلي خدهم في السنوات دي؟ تقريبا كابتن عفت نصار بتقع من ذاكرته سنوات كامله وتقريبا بيشوف الحاجه زي ما هو حابب، بس مش هنسمح لك للاجيال اللي بتتفرج وما تعرفش الكلام ده انها تعتقد ان كلامك ولو للحظه يدخل في نطاق الكلام الصحيح. بطولات الاهلي خلال تواجد كابتن عفت نصار بنادي الزمالك 18 بطوله، 18 بطولة، أنا أول مرة أشوف حد يسقط 16 بطولة. 6 دوري مصري، 5 كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس الكؤوس الإفريقية، كأس الأفرو آسيوية، كأس العرب للأندية أبطال الكؤوس، بطولة للأندية العربية أبطال الدوري، وكأس السوبر العربي. 18 بطولة يا كابتن عفت، بقوا بطولتين، ده ازاي ممكن انسان يحسبه الا لو هو بيتعمد الكذب على النادي الاهلي؟ وانا غالبا بحب انتقي الفاظي، ولكن حضرتك فعلا بتتعمد ده في كل مرة، وللأسف الاعلام بيشجع ده وبيشجع المغالطات دي. حتى لو التوضيح حاول إسلام صادق، لأن الموضوع مش منطقي أبدا فكرة بطولتين دي، حاول يعقب أو يدخله بشكل مختلف، ولكن كان التعقيب بشكل مجرد ذكر لبعض البطولات. ولكن النادي الأهلي بطولاته أكبر من أن حد يقدر يفتري أو يكذب عليها. حابين بس نوضح ان حتى لو كان الكابتن عفت نصار كان لاعب جيد جدا وله كل التقدير والاحترام كلاعب، ولكن احنا هنا اي تناول او بينول النادي الاهلي او بكلام بيطلق على النادي الاهلي من حقنا ان احنا نوضح
الصح فين والحقيقه فين، لان الكابتن هيفت نصار اكيد ما حدش يقدر يغفل تاريخه كلاعب سواء مع نادي الزمالك او حتى مع النادي المصري اللي حقق البطوله الوحيده للنادي المصري في 98. ولكن حتى لو كنت تقصد يا كابتن عفت ان هي المسابقه الدوري العام او اللي هي المسابقه الرئيسيه في الدوله المصريه، فحابب اقول لك ان النادي الاهلي زي ما استعرض فارس حقق 6 بطولات، ومفيش لاعب في تاريخ نادي الزمالك او في تاريخ اي نادي منافس قدر في حقبه زمنيه او في فتره زمنيه يكون حاصل على بطولات اعلى من البطولات اللي حققها النادي الاهلي سواء محليه او عربيه او افريقيه. ده بس كان للتوضيح. ولكن نقطه كمان مهمه جدا الكابتن عفت نصار تطرق ليها في فكره التاجيل وعدم التاجيل، كان في بدايه الحلقه ضد فكره التاجيل اطلاقا، ولما تعرضنا او تعرض اسلام صادق الزميل اسلام صادق معاه لفكره مباراه الاهلي والزمالك اتكلم على سكه ان كان المفروض يتم تاجيل المباراه لاراحه الفريقين عشان مباراه افريقيا، وكان الكابتن عفت نصار في بدايه الفقره غير الكابتن عفت نصار في منتصف الفقره. لكن الاهم ان هو استشهد بدوري 89 90 اللي تم الغائه عشان صعدنا لكاس العالم، وقال ان برغم ان نادي الزمالك كان فرق كبير جدا عن النادي الاهلي الا اننا قابلنا الغاء الدوري. نشوف فيديو الكابتن عفت نصار ونرجع نعقب عليه. مين اللي راعى حقوقه الاكثر، الاهلي اللي راح الاستاد ولا الزمالك اللي فيه ظروف قهريه وفقا لكلام مسؤوليه في ظروف قهريه؟ انا بقول لك مفيش ظروف قهريه ولا حاجه. انا نادي الزمالك انا كانت هي كلمه واحده، انا مش رايح العب، خلاص الموضوع انتهى. ليه؟ لان انا عندي كان مهمه. في ظروف قهريه يا كابتن، يعني احنا لما جينا سنه 90 واحنا فرق كبير جدا عن الاهلي في الدوري، وجي كابتن الجوهري قال لك ستوب مفيش دوري، انا محتاج المنتخب اعمل بيه واعده لمنتخب مصر، بديت ايه؟ زمالك واهلي ولا ايوه، بس هو مفيش استعداد دلوقتي. أي لا عندك ازاي يعني انت شايف ان كان لازم يتاجل بالظبط كده. طبعا احنا اسفين يا كابتن عفت، ما كانش ينفع نعدي النقطه دي طالما اتكلمنا فيها، لان ده بيرسخ لفكره ان ممكن اتحاد الكره يكون الغى الدوري مجامله لنادي الاهلي بما ان كان الفارق لنادي الزمالك. فحبينا نفكر حضرتك، والموضوع موجود على النت بشكل مباشر جدا، اكتب بس الدوري ده هتعرف زي ما يستعرض عماره كده مين اللي كان متصدر الدوري تقريبا انتهى. ودي طبعا من صفحه الكره شبكه الكره المصريه، واضح فيها مين متصدر الدوري، هو النادي الاهلي برصيد 34 نقطه. كابتن عفت يعني الموضوع مش زي ما حضرتك بتقول خالص ان الزمالك كان متصدر ولما اتحاد الكره قرر الغاء الدوري فاحنا عشان الكره المصريه قبلنا الموضوع ده. لا الحقيقه مش كده، النادي الاهلي هو اللي كان متصدر والنادي الاهلي كان الاقرب للحصول على درع الدوري، ولكن النادي الاهلي اعلى مصلحه منتخب مصر اللي بيشارك بعد غياب طويل جدا في كاس العالم 90. عايزين بقى نروح لكلام تاني ذكر في نفس الحلقه، وكلام في رايي خطير على جانب اعلامي وعلى جانب الكلام اللي اتقال نفسه. طبعا قبل مباراه الزمالك والترجي اللي شغاله دلوقتي، انا عايزكم تقارنوا الاداء الاعلامي الخاص بالنادي الاهلي اللي ما كانش فيه اي تطرق لنادي الزمالك او اي احداث او اي حاجه قد تؤدي لتعرض نادي الزمالك لاي خطوره لما يسافر يلعب مباراته في تونس، وده عهدنا باعلام النادي الاهلي. ولكن كابتن عفت نصار قبل المباراه بيتكلم في مع اسلام صادق في فكره الخساره بخمسه من سان داونز، وحقيقي مش فاهم هل ده نوع من انواع الدعم المعنوي ولا غرضه ايه ولا فكرته ايه. ورد حتى اسلام صادق قال له ايه المشكله، ما انتوا خسرتوا بالخمسه قبل كده، بس عايزين نشوف الكلام اللي اتقال نتج عنه ايه. نطلع للفيديو ونرجع نعقب. طيب ما زي ما الاهلي اتغلب خمسه، لا بس احنا انتوا اتغلبتوا خمسه لا من كتوكم. لا لا احنا اتغلبنا من كتوكم، احنا اتغلبنا 5-2 وكنا كسبانين 2-0 هنا. 5-1 5-1 وكنا كسبانين 2-0 هنا. بس احنا كان عندنا مدرب كان فاكر ان هو بيتعامل مع محترفين. كان باركر الانجليزي. كان فاكر ان هو بيتعامل مع محترفين. الراجل ده كان بطل 12 لعيب. وجه طلب، كنا عندنا معسكر في يوغوسلافيا، فجه قال على 8 اسامي بعد ماتش كوتوكو، ما نروح ماتش كوتوكو ونرجع لمصر يقدموا قرارات اعتزال. الثمانيه دولت فيهم 6 بيلعبوا. اللي هم مين؟ اللي هم الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن بدر حامد، فاروق جعفر، كابتن فاروق لا كان بطله كان بطل كابتن فاروق،
مجموعه يعني الله يرحم الجميع يعني اللي مات واللي حي ربنا يديله الصحه والعافيه. يعني بس انا بتكلم الزمالك، يبقى بناء على كلامك الزمالك خسر من كوتوكو بالخمسه في غانا بمؤامره اللاعبين على مش المدرب. ما تحسبهاش مؤامره، فوتوا الماتش. لا لا، مش موضوع تفويت ماتش، موضوع ان انا اسمعني اسمع، انا واحد بفكر في مستقبلي دلوقتي، انت جيت قلت لي انت اخر مباراه ليك دي، انا ممكن ادي المباراه بس مش اديها بنفس القوه. طيب والحماس احنا بنقول، انما احنا اتغلبنا الخمسه دي، انما الاهلي اتغلب الخمسه وهو كان فول تيم وبيجروا وبيعملوا كل حاجه. لسه قايلين يا كابتن من ان في حاجات إن أيوة في حاجات في تحصل يعني وحاجات ما تحصلش. مباراه كوتوكو ديت انت بتعترف ان اللعيبه كانت مفوته الماتش. مش مفوته الماتش، ما هو كده كده لعيبه. بص، لعيب اتقال له قبل المباراه باسبوع اني هيصعدوا مجموعه من الناشئين ويعتمدوا عليهم. النادي، ما مصلحه النادي فين؟ ما فضلت اهي هزيمه تاريخيه. انت لسه من شويه بتقول احمد فتحي هيقارن بين الفلوس اللي هياخدها في الاهلي او بيراميدز ويروح على حسب، فين النادي؟ كلام خطير جدا 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 لو تعلموه. كابتن عفت نصار بيتكلم عن هزيمه كوتوكو لما اتقال له طب ما الزمالك خسر من كوتوكو، فهو عايز يصنع الفارق بين هزيمه النادي الاهلي وهزيمه نادي الزمالك من كوتوكو. فراح قال ايه بقى؟ قال ان اللاعبين كانوا بما معناه متخاذلين، لان هم عارفين ان هم هيمشوا او باركر هيمشيهم بعدها. ورد كابتن جمال عبد الحميد رد ما نقدرش نذكره هنا في استنكار للكلام اللي اتقال، ولكن انت تخيل ان عشان تبين ان الهزيمه دي افضل او ان الهزيمه دي مختلفه اتهمت كل اللاعبين الموجودين بالتخاذل، ورجع قال لا ده مش تفويت، ده في قاموس النادي الاهلي شيء سيء جدا. معرفش القاموس اللي انت بتتعامل بيه بيكون شكله ازاي. حابب اقول حاجه، المباراه دي كان نجوم الزمالك اللي فيها كابتن عادل المأمور، كابتن بدر حامد، خالد جلال، هشام يكن، اسماعيل يوسف، احمد رمزي، ايمن يونس، حماد عبد اللطيف، محمد حلمي، عفت نصار، وجمال عبد الحميد، وكابتن طارق يحيى. اعتقد اسماء كبيره جدا اللي اتقال، هم ليهم حق الرد، ولكن فكره ان انت كمان خدت الكلام ورحت لاحمد فتحي والحديث عن ان اصل هو بيتفاوض يبقى ده تشبهه بموقف انت ذكرته بالشكل ده، اعتقد ده شيء مرفوض. ولكن حابب اقول لك ان البطوله اللي خرج منها نادي الزمالك بالخساره بالخماسيه من كوتوكو، فاز نادي الاهلي في الدور اللي بعدها على كوتوكو. مجموع اللقاءين كان 2-0 و1-0، وفي النهائي النادي الاهلي طبعا نهائي الشرهير امام الهلال السوداني توج بالبطوله. فاعتقد يا كابتن عفت من كل النواحي كان الكلام ده مش مفترض حتى انه يقال، ولو انت عايز تقوله في حديث بعيد عن النادي الاهلي خالص ما كانش ليه لازمه انك تذكر النادي الاهلي. اعتقد يا كابتن عفت مراجعه رسالتك الاعلاميه شيء مهم جدا جدا جدا. هو احقاقا للحق يا فارس، هو يعني الكلام عن مباراه كوتوكو كان الكابتن عفت سبق واتكلم فيه قبل كده مع الكابتن ابراهيم فايق من سنتين تقريبا، ولكن هو يعني استشهد بمباراه صن داونز وحاول يوضح الفرق، فالموضوع ما كانش في سكه ان هو بيتكلم على صن داونز فنقل لكوتوكو، لا هو كان عنده القناعات دي. لكن الحقيقه فارس استعرض النجوم نادي الزمالك اللي مننا كل تقدير واحترام، النجوم دي معظمها اعتزل بعد التسعين، يعني لعب سنتين ثلاثه مش 10 ايام او 7 أيام. ده حقيقي بالظبط، فحابين بس نوضح النقطه دي. لكن بالنسبه بقى للرساله الاعلاميه، الحقيقه نموذج تم الاحتفاء بيه، حابين نلقي الضوء يا جماعه ما ينفعش ابدا ان انا اجيب، انت طبعا حقك تعمل اللي انت عايزه كاعلامي، لكن فكره ان انت تدعم النماذج السلبيه للاطفال وتصنعها في دور البطولات والمعجزات والبسمه الدائمه والقادمه والكلام الكبير ده بيوجه رساله صعبه جدا. الاعلام احتفى، وتقريبا الكابتن اسلام صادق احتفى بلاعب او طفل بيلعب في فريق الكره في مدرسه في نادي الزمالك، كان كل مشاكله او كل البطولات اللي بيعملها ان هو بيرمي الكره جوه الملعب وقت ما يكون في هجمه لنادي الزمالك، فتم التعامل معاه بحفاوه كبيره جدا وبان هو بسمه الزمالك القادمه. في نماذج كتير جدا اعتقد ومتاكد كمان نماذج كتيره جدا في فريق الكره بنادي الزمالك كنت تقدر تجيبها تحطها هي بسمة الزمالك القادمة، على عكس تدعيم السلوك السلبي. نشوف فيديو للاعب الصغير أو الناشئ أدم ونرجع تاني. لكن لما كان 2-1 رميت كده الكرة، اديت للاعب كرة براحة، قام الدكة مزعقة لي، قالت له الدكة مين؟ الدكة بتاعت الزمالك، قالوا لي ادي الكرة للاعب بتاعنا أو اللاعب بتاعهم بكرة بسرعة عشان عايزين نكسب طبعا 3 أو 4 وكده. قمت مين بقى اللي زعقلك ساعتها؟ كان احمد زاهر وجنش.
قمت الكره اللي بعدها على طول كان كورنر، قمت على طول جاري اول ما اتحسبت قمت جاري حاططها، قمت متجه لورا الجون كده اللقطه اللي قلبت الدنيا. هو مؤكد الحديث ده جاء بعد الصوره اللي قلبت السوشيال ميديا بفرحه اللاعب بفريق الزمالك والفوز على الترجي، من حقه تماما يفرح وندعم ده، لكن سلوكيات زي دي والناس المسؤولين يكونوا هو ده اللي بيعلموه للاطفال وده اللي بيعلموه للناس، اعتقد الرياضه لها شكل او رساله اهم واشمل واعم وافضل من الرساله اللي احنا بنقدمها وبنعلم النشأة عليها وبنقدمهم كمان للاعلام على انهم البسمه القادمه. حقيقي يا احمد، واعتقد ان ده كمان دور على كل حد فينا، ان اكيد الاطفال دي بتحاول تكون لها انتماء لناديها وفعلا بتحب ناديها بجد، بس اللي احنا لازم كمان نذكره انك لما تيجي تبروز لقطه مش دي اللقطات اللي تبروزها، وصدقني لو انت بتحب الطفل ده ومش عايز تشوفه زي نماذج للاسف كتير جدا بعد كده ما فهمناش ليه هي سلوكيا في الملعب كانت بتتصرف بالشكل ده، ده البدايه، السن ده هو البدايه، وفي الوقت ده هو اللي مفترض كنت انت تقف عند النشء وتقول له لا مش ده الصح، وحتى اللاعبين اللي بيوجهوا رسائل مش مفترض ابدا تكون دي الرسائل اللي كانت بتوجه. عايزين يا احمد نقول حاجه مهمه جدا في نهايه حلقتنا، رغم ان احنا رحنا لفكره مهمه جدا فيما يخص اللاعبين او تصريحات او كل حاجه، بكره نتمنى 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 ان جمهورنا يحتفل بالفوز، وكل اللي قلناه ده ما ينسناش معركتنا احنا الشخصيه، وهي معركه رياضيه شريفه وهي مباراه سان داونز. اكيد يا فارس اكيد، ان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده باذن الله من الاهلي خط احمر، كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي بكره، كل التوفيق للجهاز الفني، نتمنى الحكم المباراه يكون على قدر المسؤوليه ويتمتع بالعدل عشان باذن الله في ظروف طبيعيه نقدر نحقق الصعود وافريقيا يا اهلي.